يا باشمهندس سيد، حد سامعني؟ طيب ايوه ايوه دكتور سامعيني. تمام يا دكتور. المفروض ان انا اعمل لكم شير للسكرين، بس تشيك كده ان انتم شايفين المفروض شاشه الكمبيوتر عندكم. اه تمام 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 يا دكتور. فين المندوب بتاعكم خالد ده؟ ما جاش. يلا بينا. المرة اللي فاتت يا جماعة في المحاضرة، آخر حاجة كنا اتكلمنا عليها في المحاضرة المرة اللي فاتت، إن إحنا بس أعمل لكم ريكورد. آخر حاجة المرة اللي فاتت في المحاضرة، إن إحنا كنا اتكلمنا عن السيستم داينامكس وحلينا شوية مسائل. النهاردة كده جايب لكم شوية مسائل غلسة شوية، مش من الشيت طبعًا، الشيت كده كده المفروض الباشمهندسين حلوه معاكم يعني. جايب لكم مسائل من بره الشيت كده، عايزين نحلها مع بعض. تعالوا كده نوريها لكم. ثواني بس ندخل الناس اللي هي ديت. يلا بينا بقى، ايه كفايه كده. طب تعالوا شباب نبص على اول مساله عندنا. اول بس مسائل النهارده فيها مسالتين غلسين كده يعني. طيب شايفين الشاشه المفروض صح؟ اه تمام تمام. بيقول لي في المساله، عشان هو الخط هتلاقوه سايح شويه عشان متاخد سكان. A step change of magnitude of unity. اولا قال لي تعال بس نفصل حاجات. احنا لو فاكرين قبل كده قلنا انواع الانبوتس عندنا ثلاثه، ستيب انبوت ورامب وانبوت. لو تلاحظوا كده قال لي ان هو اولا ايه؟ اولا هو ستيب، وقال لي ان هو يونيتي. يعني خلي بالكم الكلام بس، واحنا كده كده اتفقنا لو قال لي نوع الانبوت وما قاليش هو ايه بالظبط، هناخده دايما ان هو ايه؟ يونت. هو كده معناه ان الانبوت يونت ستيب. لو حد فاكر بقى كده الكلام اللي قلناه، يونت ستيب حد فاكر بيتاخد بكام يا جماعه في الاس دومين؟ بواحد على اس. المفروض انتم مذاكرين يعني، لان يونت ستيب ده احنا قلنا في الاساس انه اتش في التايم دومين، في الاس دومين يبقى اتش على اس. بما انه يونت فيبقى يونيتي، يعني الاتش بواحد يبقى واحد على ايه؟ على اس. طب على فكره انا ما عنديش سيستم، بس بصوا قال لكم ايه بقى؟ اوف سيستم كونسيست اوف تو اليمنت ان بارلل. يعني عندي تو اليمنت ان بارلل، يعني هو كده بيوصف لي شكل البلوك دايجرام. البلوك دايجرام ده عباره عن تو اليمنت ان بارلل، دول الترانسفير فانكشن بتوعهم. طيب احنا اول خطوه قلناها في المساله يا جماعه قبل كده، ان انا لازم اكون البلوك دايجرام واجيب من عندي الترانسفير فانكشن.
هو كده لو حد فهمان معلش بس هصغر دول شويه. اولا الانبوت عندي واحد على اس. طب الراجل في بلوك دياجرام قال لي ان هما بلوكتين والبلوكتين دول بارلل، طبعا ممكن يقول لي بارلل او سيريز. البلوكتين البارلل دول عاملين كده يعني ده انا برسم باب بس حابب ارسم معاكم شكل مين البلوك دياجرام. هنا في انبوت وهنا في اوتبوت، وقال لي ان هو السيستم بتاعه تو بلوك ان بارلل، واحد فيهم واحد على اس زائد واحد اللي هو اللي فوق ده، والتاني واحد على اس سكويرد زائد 7 اس زائد 10. طيب دي اول خدعه كده في المساله ان انا كونت البلوك دايجرام. طيب اسالكم سؤال بقى، تعالوا قدامكم دي، نعرف كلنا بطريقه الميسونز اللي خدناها نجيب الترانسفير فانكشن ولا لا؟ طبعا تقدروا، طبعا في حل في طريقتين للحل، انا كنت قايلها لكم قبل كده في المحاضره دي، ممكن تيجي بالنظر على فكره. افكركم لو الاثنين سيريس ورا بعض الترانسفير فانكشن حصل ضربهم، الاثنين دول بارلل، لو واحد مش عايز يعرفها بالنظر هيطبق عليها الرولز. افكركم في كام باص يا جماعه؟ الرسمه اللي قدامي دي فيها كام باص؟ مش فيها اثنين باص؟ اثنين، فيها باص من فوق وباص من تحت. طب فيها كام لوب؟ واحد ولا لوب واحد ولا واحد ولا واحد. بصوا يا باشمهندسين السهم ده ماشي كده حبايبي، مش عكس بس الموبايل ده دي مش لوب يا جماعه، انا قلت لكم اللوب لازم كلوز لوب، يعني لازم تبدا من نقطه وتلف وترجع مش بالاسهم. فالمساله اللي قدامي دي فيها تو باسز وما فيهاش لوبس، يعني لو حد شاطر كده الترانسفير فانكشن تطلع بكام على طول؟ ثواني فكره الترانسفير فانكشن على طول بالنظر هتطلع بحاصل جمعهم. عارفين ليه حاصل جمعهم؟ باشمهندس اللي بيتكلم ده الترانسفير فانكشن مع باص واحد دلتا واحد زائد باص اثنين دلتا اثنين. باشمهندس بيتكلم في التليفون. ترانسفير فانكشن باص واحد دلتا واحد على باص اثنين دلتا اثنين على دلتا. افكركم حاجه، دلتا دي اصلا واحد ناقص سمشن اللوبس يعني واحد، والدلتات دول بوحيد عشان ما فيش اصلا لوبس فالدلتات كلها تبقى بواحد، يعني الترانسفير فانكشن تطلع باص واحد زائد باص اثنين. وعلى فكره ممكن وانا قلت لكم قبل كده ممكن ما تطبقش الرولز دي، من حقك طالما الاثنين بارلل على طول تعرف ان الترانسفير فانكشن مجموعهم. وبالمناسبه لو الاثنين سيريس الترانسفير فانكشن حصل ضربهم، قلتهم لكم في اول محاضره الميسونز بس انتوا شكلكم مش فاكرين. طيب يعني كده الترانسفير فانكشن عباره عن ايه يا جماعه؟ الترانسفير فانكشن عباره عن مجموعهم، واحده منهم واحد على واحد زائد اس، والثانيه واحد على اس سكوير زائد 7 اس زائد 10. طيب ادي الترانسفير فانكشن اللي عندي، دي اول خطوه في المساله. على فكره انا لسه ما قريتش المساله عايز ايه، هو المساله وصف لي بلوك دايجرام جبت ترانسفير فانكشن. طب بيقول لي ايه في المساله؟ كان قايل لي في المساله ان هو ستيب انبوت ويونتي، بيقول لي فايند ذا ريسبونس از ا فانكشن اوف تايم. مكتوب الريسبونس ده قلته لكم قبل كده ومأكد عليه. ريسبونس يعني ايه؟ يعني عايز الاوتبوت از ا فانكشن اوف تايم. طب افكركم بالمنطق بتاع الريسبونس يا جماعه، هي المفروض الترانسفير فانكشن اللي انت جبتها دي اوتبوت على انبوت. يعني لو سالتكم سؤال كده المفروض ان الاوتبوت اللي عندي الترانسفير فانكشن في الانبوت. على فكره من اول هنا كده لو حد فاكر المساله بتتحول لمساله لابليس. طب سؤال، الترانسفير فانكشن اللي عندي هفوق اهي، واحد على اس زائد واحد زائد واحد على اس سكويرد زائد 7 اس زائد 10، المفروض اضرب الكلام ده في مين؟ في الانبوت. والانبوت لو رجعنا للمساله الراجل كان قال لي ان هو ستيب انبوت ويونتي، يعني لو سالتكم سؤال كده يبقى الاوتبوت ده بيساوي الانبوت واحد على اس ضرب واحد على اس زائد واحد زائد واحد على اس سكويرد زائد 7 اس زائد 10. طب ادي كده الاوتبوت، بس خلي بالكم من حاجه، الاوتبوت ده كده في التايم دومين، هجيبه بعد كده فين لو حد فاكر؟ في الاس دومين. عن طريق مين؟ عن طريق لابلاس انفرس. الاول هضرب ده في ده وهتتحول الحته دي كده مساله لابلاس، بعدين اضرب ده في مين؟ ده في ده. على فكره ده في ده هتعملوها بلابلاس اللي هو هتفرضه واحد، يعني هعمل لكم واحده، يعني على فكره كده الاوتبوت ايه؟ الجزء ده والجزء حصل ضرب ده في ده. تعالوا مثلا كمثال اخد لكم ده، الاوتبوت كده واحد على اس
في واحد على اس زائد واحد. لو حد فاكر لابلاس بنعمله ايه على اس وبي على اس زائد واحد. وبعد كده بقى اعمل ايه يا جماعه لو انتوا فاكرين؟ هروح اجيب مين؟ اي وبي. لو ربنا كرمك كده واشتغلتوها الاي هتطلع بواحد والبي هتطلع بسالب واحد. طب يعني سؤال، دي بقت واحد على اس، يعني سؤال دي واحد على اس زائد واحد. لو حد فاكر دي في التايم دومين، مش عنده اصوات غريبه ده. دكتور من فضلك ممكن حضرتك تعمل ميوت لينا كلنا عشان كده الصوت رايح خالص. لا ممكن كل واحد كل واحد وقاعد كده يعمل ميوت لنفسه بعد اذنكم. اللي عايز يتكلم بس اللي يعمل انميوت. كل الناس الموجوده يا جماعه في المحاضره تعمل ميوت. اللي عايز يتكلم او لما اسال اللي عايز يرد يعمل انميوت بعد اذنكم. دكتور لو سمحت، الواحد على اس دي الاولانيه دي جت منين؟ لا ده انت كده مش مذاكر. مش ده ستيب انبوت يا باشمهندس؟ وقال لك يونت ستيب، واحنا قلنا الستيب انبوت ده المفروض اتش في التايم دومين، في الاس دومين بيبقى اتش على اس، وبما ان يونتي يبقى الاتش بكام؟ بواحد. الكلام ده قلناه المحاضره اللي قبل اللي فاتت. دي انواع الانبوتس. تمام يا دكتور. طيب لو انا خدت الحته دي يا جماعه، واحد على اس دي كانت بكام اصلا في التايم دومين؟ كانت بواحد. ماينس واحد على اس زائد واحد، لو حد فاكر حاجه على اس زائد واحد دي اكسبوننشال، والرقم ده من ماينس تي. على فكره ده مش الاوتبوت كله، ده مين بس؟ دي حته من الاوتبوت الاولاني صح كده؟ اللي هي مين؟ اللي هي انا لما خدت ده عملت له بلس. على فكره لسه بقى مساله مكمله، هتاخد ده وده خلي بالكم درجه ثانيه، شوفوا بقى هيتحصل له تحليل ولا هتعملوا له اكمال مربع ولا ايه، وتعملوا له لابلاس. يعني الاوتبوت اللي انا كاتبه ده مش الاوتبوت كله، ده الاوتبوت المناظر للحته الصغنطوطه الاولانيه. لسه لما تضرب ده في ده المفروض تكمل الايه؟ المساله. هتعرفوا تكملوها؟ مش مهندسين هتعرفوا تكملوها؟ هتكملوها بلابلاس. انا كده كده هديكم هبعت لكم حلها يعني. طيب انا بقى حلل المساله دي عشان المطلوب مش الاولاني، عشان المطلوب الثاني. حد فاكر لما جيت اشرح لابلاس قلت لكم نظريه اسمها نظريه فاينل فاليو؟ حد فاكرها؟ افكركم. لما كنت بقول لكم لو عايز ليميت لما فانكشن مثلا اسمها سي مثلا اوف تايم عند تايم ما لا نهايه، انا كده ممكن اجيب الليميت في التايم دومين. حد فاكر انا عملت لها ايكويفالنت ازاي في الاس دومين؟ افكركم. دي قلت لكم بتتفق بعمل لها نفسها ليميت زيرو. بس سوري، في الاس دومين بس بحط قبليها يا جماعه حد فاكر؟ اس. ولو هنا التايم ما لا نهايه يبقى هنا عند اس بكام؟ بزيرو. والعكس لو هنا التايم بزيرو هتبقى عند اس بما لا نهايه. وقلنا وشرحنا يعني ايه الفاينل فاليو دي يا جماعه. يعني لو انا عندي سيستم كده وده الريسبونس بتاعه، فانت كده كانك بتجيب الخط ده يوصل فين؟ في الماله نهايه. هتقولي طب ليه بتقول كده؟ عشان المطلوب الثاني. بصوا المطلوب الثاني، فايند اولسو ذا فاينل فاليو اوف ذا اوتبوت. الراجل عايز يعرف، مش احنا هنا يا جماعه جبنا له شكل الريسبونس، الراجل عايز يعرف الريسبونس ده لما التايم يوصل لماله نهايه يطلع بكام. ده المقصود بالمطلوب بتاع المساله. يعني عايز يعرف بمعنى اصح الكيرف بتاع الريسبونس اللي انت جبته ده لما يوصل بتايم بما نهايه يبقى شكله عامل ازاي. طب نجيب المطلوب ده ازاي؟ ولا حاجه، هنعوض في النظريه. الفاينل فاليو بتقول لي ايه؟ المفروض انا اعمل ليميت لما التايم يقول لما لا نهايه للاوتبوت. طيب عندك حلين. الحل الاول انت طبعا لسه هتكمله الاوتبوت ده، لما تجيب الاوتبوت ده تجيب له ليميت لما التايم بما لا نهايه. ده حل. في ناس تقول لك انا ما بحبش اعوض بالليمت بتاعت ما لا نهايه وفي التايم دومين عشان الدنيا بتبقى مكلكعه. ماشي، دي رياضه بقى. هتعرف تاخد الاوتبوت ده تعمل له ليمت لما التايم ما لا نهايه شغال. طب مش هتعرف، فكك من ده واعمله في حاجه ثانيه. اعمله ليمت لما اس تقول لي زيرو لاس في الاوتبوت. بس خلي بالكم كده الاوتبوت هنا ده هيبقى فانكشن من مين؟ من الاس دومين. وانا افضل ده لسبب، عارفين ايه المشكله؟ سين ان انت بتجيب الريسبونس ده جبت الاوتبوت ده بتاع التايم بتاع ما لا نهايه غلط. لو انت جبت اصلا الاوتبوت في الريسبونس غلط وناوي تاخد الليمت بالتايم يبقى كمان الليمت هيبقى الفاينل فاليو هتبقى ايه؟ هتبقى غلط. لكن في ميزه، لو انت اوريدي هتشتغل في الاس دومين فانت اوريدي جايب المساله في الاس دومين. طب سؤال، مش ده الاوتبوت في الاس دومين اللي هو واحد على اس في البتاعه دي زائد واحد على اس في البتاعه دي؟ يعني لو رجعت كده هعوض في الليمت دي. بس خلي بالكم ان في برضه ايه يا جماعه؟ ادي الليمت اهيت لما اس تقول لي زيرو لاس، واكتب هنا الاوتبوت بقى اللي هو 1 على اس في 1 على اس زائد 1 زائد 1 على اس في
في واحد على اس سكويرد زائد كانت كام كده نفتكر زائد 7 اس زائد 10. طيب يعني انا اخترت بدل ما اعوض في المساله في الاوتبوت في التايم دومين واعوض تايم بما لا نهايه وممكن لما جايب اصلا الريسبونس غلط هعوضها في الاس دومين احسن. طيب حد فيكم بيعرف يجيب الليميت دي ولا ما تعرفوش؟ حد بيعرف يعوض في الليميت ولا ما تعرفوش؟ طبعا اسهل حاجه في الاول وزع الاس، يعني ايه؟ يعني ما تعوضش في الليميت دلوقتي، لان لو عوضت دلوقتي والاس بما لا نهايه بزيرو هتطلع واحد على زيرو بما لا نهايه، اضرب الاس دي جوه، لما تتضرب جوه يتفضل لك هنا واحد على اس زائد واحد. ولما تتضرب الاس دي هنا يتفضل لك واحد على اس سكويرد زائد 7 اس زائد 10. طيب خلي بالك انا بعوض عند تايم عند اس بيساوي كام؟ 0. لما اس بزيرو الاس دي بزيرو والاس دي بزيرو والاس دي بزيرو طلعت كام يا جماعه الليميت في الاخر؟ هتطلع واحد على واحد بواحد زائد واحد على 10. يعني يطلعوا كام دول تقريبا؟ يطلعوا 11 على كام؟ على 10. سوري. هيطلع 11 على 10. يعني معناها ايه؟ معناها ان الاوتبوت ده في التايم ما لا نهايه هيوصل للستيدي ستيت عند 11 على 10. طيب حد عنده مشكله يا جماعه في المساله ديت؟ يبقى المساله دي كده انا بس حللها عشان مطلوب الفاينل فاليو. المساله دي اتعلمنا فيها حاجتين، مطلوب الريسبونس ده احنا اوريدي عارفينه في المحاضره وقلت لكم جاي عليه مساله في الامتحان، حته ان انت تجيب الريسبونس دي لانبوت معين دي بتبقى مساله لابلاس صغيره، وتعلمنا كمان المطلوب بتاع الفاينل ايه؟ فاليو اللي هو ان احنا جبنا القيمه بتاعت ده عند التايم بما لا نهايه. حد عنده مشكله في المساله قبل ما اغير؟ حد يرد عليا؟ طيب يلا بينا بقى المساله دي كده. بص هو دي تعتبر مش سيستم داينامكس عشان ما اضحكش عليكم، ولا يعني هي دي بدايه السيستم داينامكس اللي هي اشكال الريسبونس، بس هي مش سيستم داينامكس قوي لان احنا ما جبناش لسيره فيرست اوردر ولا سكند اوردر ولا اي حاجه خالص. بالمناسبه يا جماعه لو سالتكم سؤال، لو رجعت للمساله، هو السيستم ده او الترانسفير فانكشن اللي احنا جبناها دي فيرست ولا سكند اوردر ولا هاير اوردر؟ دي هاير اوردر. هاير. هو انت بتعرف منين هاير ولا لور ولا بتعرف هاير اوردر؟ مش هي فيرست زائد سكند؟ لا وانتوا كده مش فاهمين يا جماعه، انا قلت لكم بتعرفوا الاوردر بالكاركترستكس ايكويشن، والكاركترستكس دي المقام بتاع الترانسفير فانكشن. يعني حضرتك لازم الاول تجيب الترانسفير فانكشن تبقى باسط على مقام، يعني اكنك تعمل ايه؟ اس زائد واحد مثلا في اس سكويرد زائد كذا زائد كذا، وتبقى فوق حاجه زائد حاجه. المقام بقى ده هتلاقيه اس زائد واحد في اس سكويرد ده ثلاثه ده درجه ثالثه، يبقى ده ايه؟ هاير اوردر. احنا قلنا فوق الاثنين بنسميه هاير اوردر، بس الصح ان انت ما تبصش بالنظر كده، صح ان انت تجيب الاول الترانسفير فانكشن باسط على مقام بعدين تشتغل. طب مش هي لما واحد المقامات هتبقى اس 3 برضو؟ ايوه انا بقول لك، بس انت المفروض ما تجيبهاش بالنظر كده، انت واحد المقامات وتجيبها كاركترستكس كده وسط على المقام بعد كده تبص عليها. تمام. طيب عايزكم بقى تبصوا على المساله الجايه دي، عشان بص انا جايب لكم مسالتين في السيستم داينامكس غلسين شويه، تكير بس منهم وبص عليهم مع بعض. طيب المسائل اللي انا جايبها لكم دي مش سيستم داينامكس بس، هتلاقي سيستم داينامكس على ريسبونس على مش عارف ايه، فعايزكم تركزوا في المسالتين دول شويه. طيب المساله اللي عندي بيقول لي the dynamic equation of the control system is given by، مديك ايه؟ معادله. اسالكوا سؤال، المعادله اللي قدامكم دي في التايم ولا في الاس دومين؟ دي في التايم دومين صح؟ واحنا اتعلمنا لما خدنا لابلاس، على فكره المعادله دي باين كده لو حد بيفهم، دي اكس دبل 3 دوت وحاجه في اكس دبل 2 دوت وحاجه في اكس دوت وحاجه في اكس يساوي يو اف تي، يعني تقريبا كده يعني والله اعلم ده السيستم بتاع فايبريشن، وان انا حطيت فيه فورس بس هو الفورس مش مسميها اف مسميها يو المره دي، وطلعت الديسبيسمنت اسمها ايه؟ اسمها اكس. اول حاجه بيقول لي وات از ذا كاركترستكس ايكويشن اوف ذا سيستم. سؤال، هو انا عشان اجيب الكاركترستكس ايكويشن دي لازم اجيب ايه للسيستم ده يا رجاله؟ لازم اجيب له الترانسفير فانكشن صح؟ والترانسفير فانكشن دي لو خدناها بالراحه كده دي بتبقى معادله في الاس دومين، يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده في الاول لازم اخد المعادله دي من التايم دومين احولها لمين؟ للاس دومين، وبعد ما اجي احولها للاس دومين اجيب الترانسفير فانكشن اللي هي اوتبوت على انبوت، والمقام بتاعها ده الكاركترستكس ايكويشن، وده اول مطلوب في المساله. طيب هكتب لكم المعادله هنا كده عشان ايه؟ نعرف نحل. اكس دبل 3 دوت بلس
A1 زائد A2 X double dot A1 زائد A2 X double dot plus A1 A2 زائد A3 A1 A2 plus A3 X dot plus A1 A3 X بيساوي U of T. طب انا ما عملتش حاجة لسه يا جماعة، انا بس نقلت المعادلة. طب المعادلة قدامي دي في التايم دومين، افكركم احنا دايما كنا بنقول ان زيرو انيشال كونديشنز، فلو حد فاكر بقى اكس دبل 3 دوت دي عملناها في المودرن الكلام ده كتير، تبقى عباره عن ايه يا جماعه لو حد فاكر؟ اس كيوبد في اكس اوف ايه اس، واكس دبل دوت بتبقى اس سكويرد، واكس دوت بتبقى اس، واكس بتستنى زي ما هي بس بتقلب من التايم دومين للاس دومين. يعني لو عملتها كده سريعا انا ممكن اخد من كل دول اكس اوف اس كومن فاكتور عشان اختصر الوقت. طبعا يو اوف تي هتتحول تبقى مين؟ فانكشن من الاس، يبقى يو اوف اس. انا كل اللي عملته بس هفك بسرعه كده يا جماعه، اكس دبل 3 دوت دي مفروض اكس اس 3 اكس اوف اس، اس اس 3 اكس اوف اس، انا واخد اكس اوف اس هنا يبقى هنا اس اس 3 زائد A1 زائد A2 اكس دبل دوت المفروض تتحول لايه؟ لاس سكوير بلس A1 A2 زائد A3 اكس دوت دي المفروض تتحول تبقى مين؟ تبقى اس بلس اللي فيها اكس دي هتبقى اكس اوف اس كده بلس A1 A3. واظن الحوار ده كنا عملناه قبل كده كتير في المسائل واحنا بنشتغل. طب انا كده المعادله بتاعتي بقت اس دومين اكس اوف اس يساوي يو اوف تي. المفروض يا جماعه لو حد فاكر الترانسفير فانكشن الاوتبوت على انبوت، المفروض ان الميكانيكال سيستم انا بدخل فورس يطلع ديسبليسمنت، يعني الاوتبوت عندي هي مين؟ الديسبليسمنت اللي هي اكس اوف اس والانبوت يو اوف اس. طب من المعادله اللي قدامكم يا جماعه اهي، لما حضرتك تجيب اكس اوف اس على يو اوف اس يطلع واحد على العك الكبير ده، يبقى واحد على اس كيوبد بلس اي 1 زائد اي 2 اس سكويرد بلس اي 1 اي 2 زائد اي 3 اس بلس اي 1 اي 3. طيب هو الراجل في المساله طالب الكاركترستكس ايكويشن، انا فاكر قبل كده الكاركترستكس دي هي المقام بتاع الترانسفير فانكشن، يعني اللوكشه دي كده او الحته دي كده دي الكاركترستكس ايكويشن. حد كده عنده مشكله دلوقتي؟ على فكره كده كاني عملت موديلنج بس مش من بدايه الموديلنج، انا مديك المعادله بتاعت الموديلنج وانت حولتها من التايم دومين للاس دومين وجبت الترانسفير فانكشن وجبت الكاركترستكس. اسالكم بقى سؤال، المعادله اللي قدامكم دي فيرست اوردر ولا سكند اوردر ولا هاير اوردر؟ هاير يا دكتور. السيستم اللي قدامكم ده درجه ثالثه صح؟ طيب بص بقى، هو طالب مطلوب خبيث شويه، بيقول لك ايه في المساله؟ بيقول لك وات از كاركترستكس ايكويشن جبناها، فبيقول لي بعد كده كان يو رايت ذا سيستم از ا كومباينيشن اوف فيرست اند سكند اوردر. بما ان السيستم ده هاير اوردر درجه ثالثه، فبيقول لك تعرف تكتب لي السيستم ده فيرست وسكند، يعني اكنك هتعمله حاصل ضرب سيستم فيرست وسيستم ايه؟ سكند. قال لك لو تقدر اف سو فايند التايم كونستانت اللي هي تاو والناتشر فريكوانسي والدامبنج ريشيو اللي هي زيتا از ا فانكشن اوف اي 1 واي 2 واي 3. الراجل طالب مطلوب نزل شويه، بيقول لك السيستم ده اللي قدامكم ده انت قلته ده درجه ثالثه، قال لك حلو السيستم ده درجه ثالثه اكتبه لي بقى يا استاذ على كومباينيشن من درجه اولى ودرجه ثانيه. لو حد فاكر الدرجه الاولى فيها تايم كونستانت والدرجه الثانيه بيبقى فيها ناتشر فريكوانسي وزيتا، وقال لك وبعد كده هات لي التايم كونستانت والناتشر فريكوانسي والزيتا از ا فانكشن اوف اي 1 واي 2 واي 3. طب المطلوب ده مطلوب رياضي بحت، نعمله ازاي؟ تعالوا نقول لكم يا جماعه، هكتب بس المعادله اهي، المعادله اللي فاتت بس عشان انا نقلت الصفحه. اس كيوبد زائد اي 1 زائد اي 2 في اس سكويرد بلس اي 1 اي 2 بلس اي 3 في اس بلس اي 1 اي 3. طيب دي يا جماعه ما عملتش حاجه، ده الكاركترستكس ايكويشن اللي طلع لنا من شويه. هو بيقول لك السيستم اللي قدامك ده اعمله كومباينيشن بين درجه اولى ودرجه ثانيه. حد فاكر شكل المقام بتاع الترانسفير فانكشن بتاع السيستم الدرجه الاولى؟ افكركم كان بيبقى كام؟ هو لو حد فاكر الترانسفير فانكشن بتاع السيستم درجه اولى كان كي على تاو اس زائد 1، انا بس باخد المقام، المقام كان تاو اس زائد 1، والسيستم الدرجه الثانيه كان كام يا جماعه؟ كان حد فاكر اس سكويرد 2 زيتا اوميجا ان اس بلس اوميجا ان سكوير.
ايه اللي انا عملته ده يا جماعه؟ ولا حاجه. انا خدت المعادله سويتها باثنين ترانسفير فانكشن او اثنين كاركترستكس بتاعت الفيرست اوردر وبتاعت السكند اوردر. السؤال اللي اساله لكم بقى، هل حد رياضيا يعرف يجيب لي التاو والزيتا والاوميجا ان فانكشن من ايه واحد وايه اثنين وايه ثلاثه ولا لا؟ حد يعرف ازاي؟ هو ده اللي هو عايزه، عايز حضرتك تجيب له التاو والزيتا والاوميجا ان فانكشن من ايه واحد وايه اثنين وايه ثلاثه. حد يعرف ازاي؟ صح. هتضطر زي ما باشمهندس ما بيقول، هتضطر تاخد التو براكتس دول تضربهم في بعض. يعني كمثال بالنظر كده، لما تضرب تاو اس في اس سكويرد يعني معامل اس كيوب دي يطلع بكام؟ بتاو. مش لما تضربوا دي في دي يا جماعه تطلع تاو اس سكويرد، تاو اس كيوب دي سوري، وهتساويها بمعامل اس سكويرد هنا. معامل اس سكويرد هنا اس كيوب هنا بكام؟ بواحد. يعني بالنظر كده تاو بكام؟ اه بالنظر تاو بواحد. طبعا بعد كده هتضطر اسفا، ودي خطوه اللي غلسه في المساله، هتضطر اسفا تفك بقى الاقواس دي كلها وتجيب معامل اس سكويرد وتساويه بدي، وتجيب معامل اس وتساويه بدي، وتجيب الحد المطلق وتساويه ب A1 A3، ومنه انت طلعت بالنظر كده تاو بواحد، ومنه تروح تكمل بقى تجيب مين؟ اوميجا ان، وتجيبه مين؟ زيتا. اختصارا للوقت بس، انا فكيت المعادله وسويت المعاملات وهيطلعوا لي كده اوميجا ان دي هتطلع روت A1 A3، وزيتا دي هتطلع A1 بلس A2 ناقص 1 على 2 جذر A1 A3. وعشان نريحكم بس وانتم شغالين، على فكره يا جماعه اسهل حاجه، خد الحد المطلق. الحد المطلق بكام؟ مش واحد في اوميجا ان سكويرد باوميجا ان سكويرد، سويه بده. يعني عشان كده بالنظر انت ممكن تجيب الاوميجا ان روت A1 A3. الزيتا دي عندك حلين، يا تجيبه من المعاملات بتاعت الاس سكويرد، يا تجيبه من معاملات اس، وعلى فكره هيطلع نفسه. يعني لما تيجي تجيب زيتا يا تساوي معاملات اس سكويرد يا تساوي معاملات اس، هيطلع نفس الحل. انا تقريبا جبته من معاملات اس. طيب انا كده ده المطلوب الثاني في المساله، جبت التايم كونستانت وجبت الناتشر فريكوانسي وجبت الزيتا از ا فانكشن اوف اي 1 واي 2 واي 3. بس لو سالتكم سؤال، لغايه دلوقتي السيستم ده يظل لسه درجه كام؟ درجه ثالثه. وانتوا لو فاكرين انا ما اعرفش اعمل ريسبونس درجه ثالثه، انا يا بعمل ريسبونس درجه اولى يا بعمل ريسبونس درجه ثانيه. حد فاكر الحته اللي قلتها لكم ازاي بتقللهم الاوردر بتاع السيستم؟ افكركم، قلت لكم لما بتجيب الروتس، او لما بيجيب الروتس الله ينور عليكم، اي روت اكبر من 10 اضعاف اللي قبله كان بي ايه؟ نيجلكتد. دي الحته اللي هو هيلعب عليها المساله الجايه. انا كده خلصت المطلوب الثاني. على فكره لغايه دلوقتي مساله رياضيه، يعني ما فيهاش، ما عملناش لسه سيستم داينامكس اصلا. بيقول لي في مساله اسيوم انيشال كونديشنز، طبعا اسيوم انيشال كونديشنز عشان تضيع الحاجات اللي في الاكس دبل دوت دي. قال لك ايه و A2 و A3 بواحد وايه واحد ب 102، يعني اكنه بكام؟ ب 100. كده يا جماعه الراجل اداني قيمه A2 وايه 3 وايه 1. ايه 1 ب 102 اللي هو بواحد يعني ب 100، وايه 2 وايه 3 بواحد. يعني لو رجعت كده، يعني هنقلهم بس كده، ايه 1 ب 100 وايه 2 يساوي ايه 3 يساوي 1. طب اسالكم سؤال، هو اداني قيم لايه 1 ولايه 2 وايه 3؟ المفروض كده لو انا فهمان السيستم ده يا هيستنى درجه اولى يا هيقلب درجه ثانيه، هيحصل له اي حاجه يعني. طب سؤال، حد يعرف يجيب لي الترانسفير فانكشن كده الجديده بقت بكام؟ ولا ما تعرفوش؟ نعوض فين؟ مش ممكن نعوض هنا؟ بصوا كده، هي فين الترانسفير فانكشن؟ مش دي الترانسفير فانكشن يا جماعه؟ ترانسفير فانكشن واحد على العك كده صح؟ اللي هي اس كيوب زائد مش عارف كذا في اس سكويرد زائد كذا في اس زائد اي 1 اي 3. الراجل دلوقتي اداني قيمه الاي 1 واي 2 واي 3، يعني بقى عندي لسه السيستم درجه ثالثه، بس ممكن نحاول لما نجيب له الروتس يتحول درجه اولى ودرجه ثانيه. لو واحد بيفهم صح يعوض في دي ولا في حاجه تعوض فيها اسهل؟ حد يعرف يا جماعه يجيب روتس المعادله درجه ثالثه ولا ما تعرفوش؟ شباب تعرفوا تجيبوا روتس معادله درجه ثالثه ولا لا؟ بالآلة. طب على فكره انت لو جبتهم هيبقى عندك مشكله، هتغلب. طب ما في حل اسهل، هي مش دي دكتور انت من شويه في الخطوه اللي فاتت بتاو اس زائد واحد ومش عارف البتاع ديت، يعني انا ممكن اكتب الترانسفير فانكشن كده ولا لا؟ تاو اس زائد واحد في اس سكويرد 2 زيتا اوميجا ان في اس زائد اوميجا ان سكويرد. على فكره انا ما عملتش حاجه، بس انا خليت الترانسفير فانكشن قدامي درجه اولى في درجه ثانيه. طب سؤال بقى، لو حد شاطر، التاو والزيتا والاوميجا ان على فكره هعرف اجيبهم لسبب، انا عندي الاي 1 ب 100 والاي 2 والاي 3 بكام؟ بواحد. واحنا الخطوه اللي فاتت كان عندي قيمه اوميجا ان فانكشن من الاهات والزيتا فانكشن من الاهات،
يعني كده لو سألتكم سؤال ممكن بالتعويض المباشر هخلي دي واحد على حاجات بقى كده، هتلاقي دي تتحول S زائد واحد S سكوير زائد 100 S زائد 100. على فكرة نفس الخطوة دي كنت ممكن توصل لها لو انت عوضت هنا يعني. بس انا كده يعني وفرت خطوة ان انا حللت المسألة. سؤال البتاع اللي قدامكم دي يا جماعة لها كام روت المفروض؟ مش لها ثلاثة روتس؟ طيب تلاتة. واحد على S زائد واحد دي يعني الكلام ده عند S بكام؟ بسالب واحد صح ولا ايه؟ اهو طيب S سكويرد زائد 100 S زائد 100 دي 100 يا جماعة بالكالكوليتر اقدر اجيب الروتس ولا لا؟ على فكرة لما تجيب الروتس هتطلع سالب واحد وسالب 100 يعني يعني في واحد كمان هنا عند سالب واحد واحد هنا عند سالب 100. دول الثلاثة روتس اللي الراجل مديهم لي في المسألة، سالب واحد وسالب واحد وسالب 100. سؤال مين في دول نقدر نعمل له نجلكت يا شباب؟ 100 اه لأن سالب واحد 10 أضعاف 10 ده 100 ده كده كان بي نجلكتد. يعني كده سؤال المسألة تحولت للسيستم درجة كام؟ درجة ثانية. ثانية بس أنتوا هتغلطوا غلطة. هل ده درجة ثانية؟ عشان ده هتغلطوا فيها. هل السيستم بقى دي ونشيل اللي قبليه؟ هو حد يعمل كده سبب. على فكره السالب 100 ده واحد من الجذور بتاعه الاس سكوير والسالب واحد يعني السيستم ما بقاش كده خالص بقى حاجه ايه بقى حاجه ثانيه. حد يعني عشان بس انتوا هتعملوا غلطه هتشيلوا السالب 100 فهتشيلوا الاس زائد واحد وتخلوا الثاني. لا على فكره الروتس دي واحد منهم في الدرجه الثانيه وواحد في الدرجه الاولى. امال السيستم بقى كام لو حد شاطر؟ واحد على اس زائد واحد تربيع. صح عرفتوا منين؟ ما هو الجذور سالب واحد وسالب واحد يعني اكن واحد على اس زائد واحد في واحد على اس زائد واحد. سؤال بقى ده كانه سيستم جديد ولا لا يا جماعه؟ السيستم الجديد ده اعرف اجيب له زيتا واجيب له مين؟ اوميجا ان. على فكره ما لهمش علاقه خالص بالسيستم اللي فات لسبب ان السيستم الثلاثه ديجري بقى 2 ديجري. لما تيجي تجيبه ده يا جماعه هتفاجئوا بحاجه لو حد شاطر هتلاقوا زيتا بواحد. وعلى فكره لو انا شاطر كنت اعرفها من الاول. عارفين ليه؟ الجذرين طلعوا شبه بعض. لو فاكرين الحالات بتاعت زيتا الاندر دامبنج زيتا اقل من واحد بيبقوا كومبلكس، الاوفر دامبنج ممكن يبقى واحد بوزيتيف وواحد نيجاتيف الله اعلم، الكريتيكال دامبنج قلت لكم الجذرين بيطلعوا زي ايه؟ زي بعض. يعني السيستم اللي قدامك ده تحول لسيستم 2 ديجري بس كريتيكال ايه؟ كريتيكال دامبنج. وده اللي الراجل كان بيسال عليه، السيستم ده بقى ايه؟ السيستم ده اتخفض ل 2 ديجري بس السيستم ما بقاش اندر دامبنج بقى كريتيكال ايه؟ بقى كريتيكال دامبنج. في مشكله كده دلوقتي يا جماعه؟ طيب في مطلوب تاني في المساله، عيد المساله تاني بس غير ايه واحد. يمكن السيستم يبقى 1 ديجري وممكن السيستم يبقى 2 ديجري حاجه تانية الله اعلم هنشوف. هو برده ايه 2 وايه 3 بواحد بس هو غير ايه واحد خلاها بواحد من 100. يعني هحل المساله تاني ايه واحد بواحد من 100 وايه 2 وايه 3 بواحد. على فكره كده كانها بقت مساله من الاول وايه وجديد. لو انت حليتها كده هتجيب الترانسفير فانكشن الجديده بالتعويض هتطلع لي كده، هتطلع لي S زائد واحد والتانية هتطلع S سكوير وخمس وواحد من 100 S وواحد من 100. على فكرة هي المسألة نفسها بس الأرقام إيه؟ اتغيرت. لو رحت رسمتهم يا جماعة هيطلعوا كده. S زائد واحد دي هيديني هنا عند سالب واحد. لما تيجي تجيب لي دي بالكالكوليتر دول على فكرة هيطلعوا كومبلكس. هيطلعوا ماينس 5 من 100 بلس اور ماينس 0.086 دول هيطلعوا الجذور بتاعتهم 5 من 100 بلس اور ماينس 0.086 جي. يعني السيستم ده السيستم الدرجه الاولى زي ما هو ما فيهوش حاجه لان كده كده تاوب واحد مش فارقه. سيستم الدرجه الثانيه هو اللي هيبقى 5 من 100 بلس اور ماينس 0.086 جي. تمام؟ طب لما اجي اوقع دول يا جماعه اهم ماينس 5 من 100 وهنا في 0.086 وهنا ماينس 0.086. طيب يعني برضو طلعوا ثلاث جذور يا جماعه بس خلي بالكم اثنين منهم كومبلكس واحد ريل. سؤال بقى مين في دول المره دي يعني بنعمله نجلكت؟ اه على فكره السالب واحد ده اكتر من 10 اضعاف البوينت او 5، البوينت او 5 10 اضعافها بوينت 5. يعني ده كان بي نجلكتد. يعني اللي طار المره دي الحته دي بتاعت الفيرست اوردر. فالمساله كده استنى السيستم سكند اوردر لو حد شاطر وجه يحسبها
زيتا بتاعتها هتطلع اقل من ايه؟ من واحد، لان ده شكل الجذور بتاعت السيستم السكند ايه؟ سكند اوردر الاندر دامبنج. يعني الحالتين مش زي ما انتوا توقعتوا ان واحده هتبقى فيرست وواحده سكند، لا الحالتين طلعوا سكند اوردر، بس واحد منهم طلع كريتيكالي دامبد والثانيه طلعت اندر ايه؟ اندر دامب. انا حل المساله دي بس عشان حته نجلكت الجذور دي عشان يمكن ما حلناهاش في المحاضره. طيب المساله انا عارف انها غلسه شويه عشان كده انا قصدت ان انا احلها. المساله دي كانت في امتحانات قديمه، يعني هتلاقوا المساله دي متكرره كذا مره في الامتحانات القديمه. طيب يبقى ثاني يا جماعه مساله، مساله اداني معادله. طبعا هو الغلاسه بقى ان انا ما ادكش بمعادله، خليك تبدا فروم سكراتش كده، ان انا اديك اصلا السيستم وانت تجيب المعادله زي المساله الجايه. المساله دي اداني معادله، المعادله قال لي هات الكاركترستيك كوشن جبتها، طلع سيستم درجه ثالثه، قال لي اعملوا كومباينيشن بين تو سيستم، عملته وجبت الثوابت، بدا يديني قيمه للثوابت وقال لي شوف السيستم ده بقى ايه. فالسيستم في المرتين بقى سكند اوردر، بس مره اندر دامبنج ومره طلع كريتيكال دامبنج. ممكن مثلا في مساله ثانيه يطلع السيستم فيرست اوردر، ان تلاقي جذرين اكبر من واحد فاثنين يتشطبوا وواحد يستنى. طيب حد عنده كده مشكله في المساله دي يا جماعه قبل ما اكمل؟ حد عايز يسال اي حاجه؟ مين اللي قال انستيبل؟ سيستم الاندر دامج يا باشمهندس عمره ما كان انستيبل. فين الروت البوستيف يا باشمهندس؟ باشمهندس دي كلها اس زائد واحد واس سكوير يا حبيبي. الاثنين البوستيف ده باشمهندس في الكومبلكس. ها؟ يعني ايه كومبلكس؟ يعني ليه ماينس 0.05 ده في الريل، بعد كده بلس 0.086 جي، ده كومبلكس في الناحيه الشمال. هيجي منين بوستيف؟ بص كده تاني، 0.05 بلس اور ماينس كذا جي، يعني الروتس دي ايه يا باشمهندس؟ كومبلكس، بس الريل بتاع الاثنين نيجاتيف صح؟ عمره ما هيجي بوستيف. هيجي بوستيف منين؟ إيه؟ ده سيستم اندر دامبنج، ازاي يجي له روت بوستيف؟ ده كومبلكس يا باشمهندس. كومبلكس كومبلكس هنا في ماينس، سوري دي ماينس 0.05 ماينس 0.05. طيب تعال بص المساله الجايه يا باشا، المساله الجايه غلس عندهم شويه، ما تخضوش بس من شكل المساله. بصوا عشان المساله غلسه انا هاخدها معاكم واحده واحده. يعني المساله في رسمه، الرسمه هو شرحها لك فوق، هقول لكم الراجل بيقول لك ايه. دي مركب صيد، الصغنطوطه دي مركب صيد. مركب الصيد دي بتتشد بمركب كبير عن طريق حبل. مركب الصيد بتتشد بمركب طريقه كبيره عن طريق ايه؟ حبل. طيب المركب الكبيره دي عليها ديسبليسمنت اكس 1، ومركب الصيد الديسبليسمنت بتاعتها اكس 2. سؤال يا جماعه، دول لو هعملهم سيستم هيبقى ميكانيكال ولا هيدروليك ولا الكتريك؟ ميكانيكال. ميكانيكال يعني دول المفروض لو انا ببص كده، ده كتله وكتله ام 1 وام 2 ودي اكس 1 ودي ايه؟ اكس 2 صح؟ طيب نرجع بقى للمساله عشان نفهم ايه الدنيا. بيقول لي افيشنج بوت 1000 كيلو جرام، يعني الكتله بتاعه قارب الصيد ده 1000 كيلو جرام. از تو بي تاود، عارفين يعني ايه تاود؟ تود دي عارفين يعني ايه؟ بتتشد. الكلمه دي شد. قال لي بتتشد من مركب لارج شيب شون ان ذا فيجر، ذا تو كيبل از لينيري الاستيك. هو سؤال الكيبل ده يا جماعه ممكن اعمله كسبرينج ولا لا؟ لان الراجل قال لي لينيري الاستيك الونجيت كذا لحمل كذا، يعني بيقول لي كل 100 نيوتن بيعملوا فيه الونجيشن 2.4 مللي. انتوا اكيد بتاخدوا ديزاين وخدتوا فايبريشن، يعني البتاع ده انا ممكن اعمله معامله الايه؟ السبرينج. لانه قال لي ليه الاستيستي تمام، وقال لي ان الكي بتاعته كذا لكل نيوتن ايه متر يعني، فده كي. طب سؤال، في دامبنج هنا ولا مفيش يا جماعه؟ هل الدامبنج ده يبقى الميه؟ الله ينور عليك. المفروض في دامبنج بين القالب والميه وبين القالب والميه. طب نكمل مساله. The wave of the viscous drag on the fishing boat can be assumed to be linear proportional to the velocity. الراجل قال لي هو مش ما حطش دامبنج هنا، ما قاليش حاجه هنا. قال لي الفيشنج بوت ده في دامبنج تحت. وحد مديني كوميت اهي. يعني لو رجعت للمساله يا جماعه وانا بفهم، اعمل هنا كده. في دامبنج يعني في فريكشن صح؟ وهنا لو انا فهمان ممكن اعمل كده. عملت انا ايه بقى؟ حطيت انا عجل ليه؟ لانه ما قاليش الدامبنج على اللارج بوت، قال لي الدامبنج على الفيشنج ايه؟ على الفيشنج بوت. فالفيشنج بوت انا عملت الكتله بتحتك بالارض،
بينما اللارج بوت ده ما جابليش سيره الدامبنج عليه فانا حطيت له كور. طيب بيقول لي في المساله بيقول لي للفيشنج بوت اثبت ان دي معادله الحركه. ده هو كمان مديني معادله وقال لي اثبتها. بيقول لي للفيشنج بوت شو ذات ذا مودلنج از ريزلتد تو اكس دبل 2 دوت زائد بي على ام اكس دوت اكس 2 دوت زائد كي على ام اكس 2 يساوي كي على ام اكس 1. طبعا لو تلاحظوا كمان هو ما جابش سيره الكتله دي، فانا ممكن اعدل كده اشطب دي كده ودي اسميها ام وخلاص، لانه حتى ما سموهمش ام 1 وام 2، يعني هو شغله كله على الفيشنج ايه؟ على الفيشنج بوت. طيب الراجل عايز يجيب معادله الحركه بتاعته، خلي بالكم ان المفروض عندي معادلتين حركه او معادلتين مودلنج، في معادله لارج بوت ومعادله للفيشنج بوت، هو اللي بيتكلم عليه بتاع الفيشنج بوت. طيب ده ميكانيكال سيستم شبه اللي خدناه قبل كده، بس بالعكس احنا خدناه كان فيه كتل وسبرنجات وبتاع، المره دي الدنيا ابسط شويه. وعلى فكره كمان احنا مش عايزين المعادلتين، احنا بس عايزين المعادله بتاعه الفيشنج بوت. على فكره هو مديكم المعادله دي ليه جيفن؟ اقول لكم ليه. سي ان انا في الامتحان مش عارف اجيب المعادله، يعني سي ان انا قدرتي كطالب ما عرفتش اجيب المعادله، ما ضيعش المساله، يبقى ابدا من هنا واكمل المساله لفين؟ اللي تحت. يعني المساله دي اول ما تجيب المعادله دي هتتحول شويه المساله شبه المساله اللي ايه؟ اللي فاتت. اللي فاتت الفرق ان كان مديك المعادله وانت اشتغلت، هنا هو مش مديك المعادله وعايزك تثبتها. طب لو ما عرفتش اثبتها، ما عرفتش اثبتها سهله، خد المعادله واشتغل بيها وكمل الايه؟ كمل مطالب المساله. طيب حد يعرف يقول لي هنشتغل ازاي بقى في السيستم ده؟ يلا قولوا لي هنعمل ايه؟ هاسيوم الاول ان الديستانس، على فكره حلينا حاجه شبهها قبل كده زي باشمهندس ما بيقول، السبرينج ده عليه 2 ديسبليسمنت، عليه اكس 1 وعليه اكس 2، فهعمل اسيوم ان في اكس اكبر من اكس، قلت لكم قبل كده ايا كان مين اكبر من مين مش ايه؟ مش فارق. فهعمل زي باشمهندس ما بيقول كده، انا مثلا هاسيوم ان اكس 1 اكبر من اكس 2، وعلى فكره لو عكست مش فارقه، لو اكس 1 دي اكبر من اكس 2 يبقى السبرينج ده بيتشد ولا بيضغط شباب؟ بيتشد. وقلت لكم قبل كده اي شد يبقى من ناحيتين عشان ده ملوش تثبيت. طب طالما السبرينج ده بيتشد يبقى رد فعله هيبقى ايه؟ هيبقى ضغط. افكركم بحاجه بس، هدخل على الكتله دي، الكتله دي لها افكتيف واكسترنال. افكتيف لو حد فاكر ماس في اكسلريشن، فالماس اسمها ام والديسبليسمنت اكس، يبقى اكس 2 دبل دوت. طيب وجنبها هنا احط الاكسترنال. افكركم بحاجه في الاكسترنال، هو انت قلت اكس 1 اكبر من اكس 2 فالسبرينج ده بيتشد، يبقى هيرد فعله هيبقى يا جماعه هيبقى ضغط. طب هاخد السهم ده ولا السهم ده؟ طبعا هاخد السهم ده. ليه؟ لان انا بدرس الكتله دي فباخد السهم اللي لازق في الكتله، يبقى هاخد السهم ده. المفروض كيف الديسبليسمنت؟ والديسبليسمنت دي هتبقى اكس 1 ماينس اكس 2. طب لو انا لو انا بدرس الكتله دي يبقى هاخد السهم ده وبرده هيبقى كيف اكس 1 ناقص اكس 2. كده انا هنقص حاجه ولا خلصت؟ ناقص الدامبنج. ناقص الدامبنج. اي دامبنج في الدنيا، مش ده فريكشن؟ اي فريكشن في الدنيا عكس الحركه، حضرتك بتشد كده هيبقى في دامبنج كده بي اكس 2 دوت. يبقى الكتله دي خدت الاكسترنال الافكتيف فورس اللي هي ماس اكسلريشن، ودي خدت تاثير السبرينج وتاثير الدامبنج. هل عندي اي فورس جيفن في المساله يا جماعه؟ لا ما عنديش. هو الراجل المساله بيقول لي بشد الكبيره باكس 1 فالصغيره بتمشي باكس 2. طب انا كده رسمت الدايجرام، لو حد فاكر كده بعمل الاثنين دول ايكوفلنت مع ايه؟ مع بعض. لو عملت لهم ايكوفلنت هتطلع ام اكس 2 دبل دوت يساوي، افكركم كده دي معاها فهتبقى بالبوزيتيف ودي عكسها هتبقى بالايه؟ بالنيجاتيف، يبقى هيساوي كي اكس 1 ناقص اكس 2 ماينس بي اكس 2 دوت. طب انا كده جبت عملت المعادله. افكركم بس ان احنا كنا بنعمل حاجه بنخلي الاثنين كلها في طرف والواحد كلها في طرف، فلو فكيت كده هتبقى ام اكس 2 دبل دوت زائد بي اكس 2 دوت زائد كي اكس 2 يساوي كي اكس 1. دي المعادله، انا خليت الدبل دوت اللي هو الاكس 2 في طرف والاكس 1 في طرف. بصوا بس المعادله اللي هو عايز يثبتها، هو يعني عامل حاجه صغيره، مخلي اكس 2 دبل دوت دي ما لقاش كوفيشنت، يعني كانه قاسم كل معادله على مين؟ على ايه؟ على ام. فلو انا قسمت على ام هتبقى اكس 2 دبل دوت زائد بي على ام اكس 2 دوت زائد كي على ام اكس 2 يساوي كي على ام اكس 1.
ادي المعادله اللي انا جبتها، ولو حد بص هي دي المعادله اللي هو كان عايز ايه، كان عايز يثبتها. طبعا هي المفروض يا جماعه مش دي المعادله الوحيده، في معادله ثانيه لللارج بوت، بس هو ما جابش سيرته، فيبقى انا كده جاست ان انا جبت المعادله اللي هو عايزها. طيب حد كده لغايه دلوقتي عنده مشكله يا جماعه في المساله؟ المساله دي على فكره كده تساوت بالمساله اللي فاتت كده. انت عندك الايكويشن بتاعت الحركه اكس 2 دبل دوت وحاجه في اكس 2 دوت وحاجه في اكس 2 يساوي حاجه في اكس 1. طيب قبل ما اكمل المساله، انا عشان احل اي مساله في الدنيا لازم اجيب الترانسفير فانكشن، يعني لازم ناخد المعادله دي من التايم دومين نقلبها الاس دومين. ولو قلبنا المعادله دي للاس دومين، تعال نقلبها كده بسرعه، هعمل زي المره اللي فاتت، دي هتبقى اس سكويرد بي على ام في اس وكي على ام، كل ده انا واخد مشترك اكس 2 في اس يساوي كي على ام اكس 1 في اس. انا كل اللي عملته ما عملتش حاجه، خدت المعادله من التايم دومين اللي بتاع الاس دومين، فالاكس دبل دوت بقت اس سكويرد والاكس دوت بقت اس والكونستنت استنى زي ما هو، وجبت المعادله بقت حاجه في اكس 2 يساوي حاجه في اكس 1. لو رجعتوا للرسمه وسالتكم سؤال بقى، هو ايه الانبوت وايه الاوتبوت يا جماعه؟ من غير ما يقول، هو مش قايل طبعا بس احنا المفروض نفهمين. الانبوت ان انا شديت باكس 1، والاوتبوت ان دي اتحركت بمين؟ باكس 2. يعني الترانسفير فانكشن كده بتاعتي المفروض اكس 2 في اس على اكس 1 في اس تطلع بكام؟ لو رجعت هنا بقى، لما اجيب اكس 2 على اكس 1 هتطلع كي على ام على البتاع الكبيره دي، يعني هتطلع كده الترانسفير فانكشن بتاعتي كي على ام على اس سكوير زائد بي على ام في اس زائد كي على ام. ادي الترانسفير فانكشن اللي عندي. في حد كده دلوقتي يا جماعه عنده مشكله؟ يمكن بس غلست المساله، ان انا في الاول رحت عملت لها ايه؟ عملت لها موديلنج وجبت المعادله، اول ما جبت المعادله المساله دي اتحولت زي مساله المره اللي فاتت، او زي المساله اللي لسه شرحناها من شويه. طب لو بصيتوا بقى على المساله، السيستم ده كده درجه كام يا شباب؟ ثانيه. السيستم ده درجه ثانيه، صح؟ انا لو سبت المساله على كده هكمل المساله بالبي والام والكي والحاجات دي. لو تلاحظوا بس في حاجه، الراجل مديكوا ارقام في راس المساله، بس الارقام عايزه واحد بيفهم شويه. تعالوا بقى نبص للارقام اللي الراجل مديها لي كده في راس السؤال. اولا الراجل قال لك ان الفيشنج بوت اسيومد تو بي سوري، قال لي هنا في فيسكوستي 60 نيوتن سكند. كل الصوت راح يا دكتور. دكتور قال لي 60 دي يا جماعه نيوتن سكند لكل مليمتر. طبعا المليمتر المفروض نقسمه ديفايدد على 1000 عشان يبقى مليمتر، فهتطلع 60 نيوتن سكند لكل متر. دكتور الصوت راح، الصوت راح في الاول فجزء وقع. تاني يا جماعه، انا جبت ترانسفير فانكشن ورجعت بس لراس السؤال، راس السؤال مديني ارقام. اولا قال لي الفيشنج بوت ده كتلته 1000، يعني مديني الكتله بتاعت الفيشنج بوت ب 1000 بتنضي 1000 كيلو جرام. وكمان في راس السؤال مديني السي، لما قال لي الفيسكوستي كذا كذا قال لي السي 60 نيوتن سكند لكل متر، فانا بس حولت المليمتر لمتر فتحولت ل 60000. حد بقى شاطر يقول لي الكي بتاعت السبرينج كانت ايه على ايه؟ حد فيكم فاكر الفايبريشن؟ الاستيفنس ايه على ايه؟ على حلو قوي. على فكره بصوا الراجل لما صح فورس على ديسبليسمنت، بصوا الراجل قال لكم ايه؟ لما كان يتكلم على تو كيبل ده قال لك ان هو حصل له الونجيشن كذا مليمتر لكل 100 نيوتن، يعني مديني مين يا جماعه؟ الفورس ومديني مين؟ الديسبليسمنت. يعني لو رجعت كده اقدر اجيب الكي اللي هي الفورس على الديسبليسمنت هتطلع كذا نيوتن لكل متر. يعني كده المساله عندي البي وعندي الام وعندي الكي. طب لو عندي الحاجات دي كلها يا جماعه والمعادله اللي قدامكم دي لو عوضت فيها تطلع كلها ارقام ولا لا؟ يعني لو عوضت كده يبقى انا هوصل في الاخر للترانسفير فانكشن دي عباره عن ارقام عشان اعرف اكمل المساله. هتطلع 42 تقريبا على اس سكويرد زائد 60 اس زائد 42. طيب ايه اللي انا عملته ده؟ ولا حاجه. انا بعد ما جبت الترانسفير فانكشن عوضت عن الكي والام والبي،
فطلعت المعادله كده 42 على اس سكويرد زائد 60 اس زائد 42. حد عنده مشكله كده دلوقتي شباب؟ حد عنده كده مشكله؟ تمام يا دكتور. طيب على فكره احنا لغايه دلوقتي ما عرضناش المطالب. هو اول مطلوب كان بيقول لك اثبت المعادله دي، ثبته. تاني مطلوب بيقول لي فايند ذا ديسبيسمنت بتاع الفيشنج بوت از ا فانكشن اوف تايم. ده المطلوب ده اللي هو ايه يعني؟ هو تفسيره ايه؟ حد يختصره لي في كلمه واحده كده؟ بيقول لي عايز الريسبونس. الله ينور عليكم. عايز الفيشنج بوت ده الديسبيسمنت بتاعته از ا فانكشن اوف تايم، يعني عايز الريسبونس. طب افكركم بحاجه، هي مش دي كده عباره عن اكس 2 على اكس 1؟ طب انت كده عايز اكس 2 كريسبونس، يعني حته لابلاس لازم اديك مين يا جماعه؟ لازم اديك اكس 1 اللي هو الانبوت، صح؟ المفروض ان هو يجي يقول لي مثلا نتيجه ستيب انبوت، رامب انبوت، امبلس. بصوا الحته دي هو عامل فيها حاجه غلسه شويه. اطلعوا راس السؤال شوفوا كده بيقول لي ايه في المساله. في حته هنا مهمه، بيقول لي ات تايم زيرو ذا لارج بوت موف ويز فيلوسيتي 1.5 متر بير سكند. عايز حد يقول لي بدي كده بالرموز دي مين؟ بيقول لي عند الانيشال تايمز اللارج بوت ده ماشي بسرعه 1.5 متر بير سكند، دي مين؟ ايه يا جماعه؟ اتش اتش ايه يا حبايبي؟ دي السبيد يا دكتور. دي السبيد. سؤال، هو اللارج بوت ده يا جماعه الديسبيسمنت اسمها ايه؟ مش اسمها اكس 1؟ يعني سرعته اسمها ايه؟ صح اللي انا كتبته ده ولا غلط؟ حد معترض؟ مش هو بيقول لي اللارج بوت ده سرعته كذا؟ انا ما اعرفش سرعه، انا اعرف اكس واكس دوت واكس دبل دوت. هو كده مديني ان اكس دوت ب 15 متر بير سكند. بس على فكره انا في الريسبونس مش عايز اكس دوت، انا عايز مين؟ اكس. حد يعرف ازاي رياضيا من اكس دوت يجيب اكس؟ كامل. صح. يعني نعمل انتجريشن لاكس 1 دوت دي تي تطلع بكام يا جماعه؟ 1.5 اكس تي دي 15 على فكره. لما تعملوا انتجريشن ل 15 بالنسبه للتايم مش تطلع 15 تي؟ لو حد شاطر كان الانبوت ده ايه يا جماعه؟ مش ده رامب؟ مش 15 تي ده رامب انبوت ولا ايه رايكم؟ يعني هو الاسهل ما كانش يديني سرعه ويقول لي ان الانبوت ديسبيسمنت مثلا 15 تي رامب انبوت، بس هو اداكوا ايه؟ اداكوا فيلوستي وانتوا عملتوا لها انتجريشن وجبتوها. طب سؤال، المطلوب الجاي ده مطلوب ريسبونس ولا لا؟ انت عايز الاوتبوت، ادي الترانسفير فانكشن، وادي الانبوت اللي عندي، والانبوت اللي عندي عباره عن ايه؟ رامب انبوت. هو 15 تي ده لما اجي اكتبه في المعادله اكتبه كام؟ انا ما بكتبوش في الاس في التايم دومين، انا بكتبه في الاس دومين اللي عندكم امتحان بعد بكره، اكتبه كام؟ 15 في فيكتوريا ال1 على الاس باور 2، يعني 15 على مين؟ على اس سكوير. يعني سؤال مطلوب الريسبونس ده كده، هو الراجل عايز الاوتبوت، هيبقى الاوتبوت ده 15 على اس سكوير في الانبوت اللي هو بكام بقى؟ 42 على اس سكوير زائد 60 اس زائد 42. اهو ادي يا جماعه الحته اللي عندي. المفروض ان انت هتاخد بقى دي تحولها من الاس دومين للتايم دومين، تعملوا لها ايه يا جماعه؟ لابلاس انفرس. لابلاس انفرس هي بس كل الخدعه. انا ازاي جبت الانبوت؟ اقول لكم تاني ازاي سريعا جبت الانبوت. هي دي كانت غير لسه شويه في المساله. الراجل كان جه في المساله، سوري مش مستني، كان جه في المساله واداني السرعه 15 واحد، سوري دي 1.5، سوري 1.5 متر بير سكند. فالمفروض لما هو اداني السرعه كده يبقى اكس 1 دوت 1.5 متر بير سكند. انا عشان اجيب الاكس 1 عملت لها ايه؟ عملت لها انتجريشن فطلعت 1.5 تي، ده في التايم دومين. في الاس دومين تبقى 1.5 على اس سكوير. ورحت جاي بعد كده حاططها في هيئه لابلاس انفرس خلاص، وجبت الاوتبوت 1.5 على اس سكوير في 42 على اس سكوير زائد 60 اس زائد 42. واروح بدي يا جماعه اجيب مين؟ الريسبونس. هحسبها لكم بقى تكملوها. هتتحول من الاس دومين لمين؟ للتايم دومين. طيب في مطلوب ثالث مش هيحل دكتور لو سمحت. نعم احنا حضرتك هنا الريسبونس هيبقى رامب، طب مش احنا حضرتك قلت ان احنا هندرس الستيب بس؟ لا والله انا قلت ستيب ورامب وامبلس. تمام يا عم، قلت وانا في المحاضره قلت لكم هديكم ثلاثه ريسبونس بس، ستيب ورامب وامبلس، وقعدت احط لكم في المحاضره. ارجع للمحاضره.
انا طب حضرتك معلش مش الرام كده يبقى فيرم ريسبونس مختلف ولا نفس الريسبونس بتاع انا بجيب مش هندس انا بجيب المعادله بخلص مساله لابلاس هتطلع ريسبونس انا قلت لك ارسمه او ادرسه او هات اوفر شوت او هات اي حاجه لا تمام هات له خصائص انت بس هتجيب له ايه ريسبونس معادله حته لابلاس ما قلتكش ارسمه احنا في الرسم وفي الاوفر شوت والحاجات دي درسنا بس مين الاستيب لكن دي مساله عاديه انت هتجيب الريسبونس لو قلت لك ارسمه ولا قلت لك اعمل لي اي حاجه طيب عايز بقى اوريكم مطلوب غلس شويه سيبوا مطلوب الثالث عشان غلس وعايز اروح لمطلوب الرابع مين بيغني ده حبايبي طيب الراجل بيقول لك ايه بقى بيقول لك احسب لي الدامبنج ريشيو واحسب لي الناتشر فريكوانسي وشوف لي السيستم ده ستيبل ولا لا هو السؤال هو ينفع هو السيستم ده بالمناسبه كده لو رجعنا له معلش يا جماعه السيستم ده درجه كام مش دي ترانسفير فانكشن اهي قدامنا رابعه ايه بس يا حبايبي مش ده السيستم حبايبي ولا ايه مش دي ترانسفير فانكشن يا جماعه 42 على اس سكويرد زائد 60 اس زائد 42 السيستم ده درجه كام ثانيه حلو هو ينفع درجه ثانيه وما يطلعش ستيبل ينفع ينفع لو هو اوفر ايه اوفر دامبنج وممكن يبقى اوفر دامبنج وستيبل الله اعلم حسب الروتس ولا لا طب السيستم ده اللي بيعرفني ستيبل ولا لا الكاركترستكس ايكويشن اللي هي اس سكويرد زائد 60 اس زائد 42 الكاركترستكس عندي اهي اس سكويرد زائد 60 اس زائد 42 هساويها بالمعادله الستاندر اس سكويرد 2 زيتا اوميجا ان في اس زائد اوميجا ان سكويرد مش ده الشكل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه طب السؤال لما تضاهوا المعاملات دي ببعض هتعرفوا تطلعوا مين يا جماعه هو على فكره اول مطلوب طالبه طالب الزيتا وطالب الاوميجا ان هو سؤال بالنظر كده اوميجا ان بكام مش اوميجا ان سكويرد ب 42 يعني اوميجا ان بكام بالروت كام روت ال 42 صح كده طيب فاضل لي مين فاضل لي اجيب الزيتا ثواني بس ادور لكم على الكالكوليتر اجيب لكم الزيتا روت 42 دي زيتا دي يا جماعة هتطلع 64 تقريبا سؤال بقى عشان دي هتلبسوها انتوا في المسألة هو كده السيستم ده اندر ولا اوفر ولا كريتيكال دامبد السيستم ده كده اوفر دامبنج صح طبعا كلكم بلا استثناء تقول السيستم ده مش ستيبل ولا ايه رايكم افكركم حاجه وانا بشرح المحاضره سيستم الاوفر دامبنج لا يا حبايبي السيستم الاوفر دامبنج فيه مشكله ممكن الجذرين يطلعوا في النيجاتيف ممكن واحد يطلع نيجاتيف وواحد يطلع ايه بوزيتيف لو فاكرين وانا بوقعهم لكم تركوا السيستم ده بيلعب ممكن الاثنين يطلعوا في النيجاتيف وممكن واحد يطلع بوزيتيف وواحد يطلع نيجاتيف هو اول مطلوب في مساله طلب الزيتا والاوميجا ان احنا جبناهم تاني مطلوب لما سالني ستيبل ولا لا اوعى تقول له السيستم مش ستيبل عشان السيستم الاوفر دامبنج ممكن واحد يطلع هنا وواحد هنا وممكن الاثنين يطلعوا هنا على حسب ايه يا جماعه على حسب قيمهم يعني عشان تحكم على السيستم ده ستيبل ولا لا لازم تروح تجيب الروتس تعرفوا تجيب الروتس بالكالكوليتر بتاع ده مش ده اس سكوير زائد 60 اس زائد 42 لو رحت جبت له الروتس هيطلعوا كده يا جماعه ماينس 7 من 10 وماينس 59 و3 دول الروتس اللي انا جبتها بالكالكوليتر يعني السيستم ده يا جماعه كده الجذرين بتاعه طلعوا في الناحيه الشمال يعني السيستم ده طلع يا جماعه فرغم ان السيستم ده اوفر دامبنج الا ان السيستم ده لسه ايه لسه ستيبل تاني عشان ما تتخموش فيها عشان في ناس اول ما بتلاقي الزيتا اكبر من واحد يقول لك ده اوفر دامبنج مش ستيبل لا السيستم الاوفر دامبنج ممكن يطلع الجذرين في النيجاتيف ممكن واحد يطلع بوزيتيف واحد نيجاتيف على حسب الارقام بتاعت المساله المساله دي رغم ان اوفر دامبنج بس السيستم ده لسه ايه لسه ستيبل لو سالتكم سؤال بقى اشوفكم فاهمين ولا لا لو قلت لك عايز الاوفر شوت والحاجات بتاعت السيستم ده هتعرف تجيبها الاوفر شوت والسيتلنج تايم والكلام ده هتجيبه لا ليه عشان احنا المعادلات اللي كنا حلينا ما كناش حلينها الله ينور عليك اوعى حد يا جماعه اقول له عايز السيتلنج تايم والاوفر شوت والكلام ده يروح يعوض في القوانين هتبقى غلط لان القوانين اللي استنتجناها دي احنا بنينها ان السيستم 2 ديجري واندر دامبنج لا
لو هو اوفر دامبنج ليه دنيا تانية خالص وليه ريسبونس شكل تاني. وبالمناسبه ملوش اوفر شوت وملوش العك ده. فلا القوانين اللي خدناها دي لسيستم زيتا بتاعته اقل من واحد. فهو حد يجي يقول لك هات لي بقى الاوفر شوت ومش عارف ايه تروح تعوضه في القوانين هتبقى غلط هتاخد زيرو لان القوانين دي فاليد لسيستم اندر دامبنج والرسمه بتاعه الريسبونس اللي كنا بنشتغل عليها دي السيستم اندر دامبنج. طب انا في مطلوب متطنشه هرجع اقوله لكم عشان المطلوب غلي شويه. اسالكم سؤال هو الحبل ده يا جماعه او التاو ده حاسس بكام ديسبليسمنت؟ الحبل اللي عندي ده يا جماعه حاسس بكام ديسبليسمنت؟ الفرق بين حاسس باكس باكس 1 واكس 1 واكس 2 بس حاسس بيهم كفرق صح؟ بصوا بقى الراجل قال لك ايه؟ هو مش الحبل ده فيه الاستيستي يعني عمال يعمل موجه بالفايبريشن كده بيتشد ويضغط ويلعب. بصوا بقى المطلوب الثالث المطلوب الثالث ده غلس بيقول لي وات از ذا الونجيشن اوف ذا تو كيبل كيزد باي ذا دراج اوف ذا فيشنج بوت ات تايم ما لا نهايه. دي تتحل بقانون ايه؟ هو عايز يعرف عند تايم ما لا نهايه الالونجيشن اللي في الكابل ده بكام؟ دي نظريه ايه؟ الفاينل فاليو. الله ينور عليك. طب الفاينل فاليو دي لما اجيب ليميت انا طول عمري بجيب ليميت لحاجه هجيب ليميت لاكس واحد ولا الاكس اتنين ولا للفرق بينهم؟ الفرق بينهم بس. الله ينور عليك. هي دي الخدعه في المساله. يعني اللي هو عايزه ده هجيب ليميت لاكس واحد ناقص اكس اتنين اللي هي الاوتبوت الانبوت الفرق الاثنين من بعض. طبعا ممكن اجيب اكس واحد ناقص اكس اتنين او اتنين ناقص واحد انا مش عارف مين اكبر من مين. انت فارض الليمت ده طلع موجب يبقى تمام طلع سالب هو انت بس تاخد الايه تاخد يعني الماجنيتيود بس وخلاص. فانا هجيب كده ايه ليمت لما التايم بما لا نهايه لاكس 1 ناقص اكس 2. طيب ده اول حل. طبعا افكركم اكس 1 دي مش عارف ب 1 ونص على تي واكس 2 دي انت جبت لها ريسبونس. ده حل. الحل الثاني الاسهل لك طبعا البتاع دي كده عشان تشتغلها وتقعد بقى تعوض بليمت تايم بما لا نهايه بتبقى مكعبله صح. فانا ممكن اسهلها واعملها كده ليميت اس اكس 1 في اس ناقص اكس 2 في ايه وفي اس لما اس بكام يا جماعه بزيرو. واعتقد تعوض طيب اس بزيرو احسن ما تعوض دي اكس 1 في اس اللي هي بكام لو حد فاكر 1 ونص على اس سكوير واكس 2 في اس دي اللي انت جبتوها اللي هي مين اللي هي المعادله اللي قبل ما تجيبه مين الريسبونس. فانا كل الحكايه احط اكس 1 واحط مين اكس 2 بس وهما في الاس دومين واطرحهم من بعض واضربهم في مين بره في اس واخد الليمت لما اس بزيرو. لو شغلك صح هتطلع لكم الرقم النهائي 2.16 متر. هيطلع الحبل الغريب ده في الاستيستي كده 2.16 متر. طب انا عارف ان المساله دي غلسه شويه عشان كده انا قصدت ان انا ايه احلها معاكم يعني او بمعنى صح المسالتين دول غلسين يعني لو ما اتحلوش وجولكم في الامتحان اعتقد تدخلوا الامتحان مش تحطوا فيهم خط يعني. طيب دكتور حضرتك تبعت لنا حل المسائل دي بشكل تاني ولا المساله الاولانيه خالص ما حلتهاش حاضر ابعتهم لكم بشكل تاني مفيش مشكله هم كده كده انا مبيض ما ابعتهم لكم حاضر. طيب مسالتين دول يا جماعه تقريبا اغلى مسالتين هيعدوا عليكم او موجودين دي مش موجوده في ريفرنس مش موجوده في امتحانات حتى. مسالتين دول اغلى مسالتين هيعدوا عليكم لو تلاحظوا المسائل دي شامله يعني فيها موديلنج وبعد الموديلنج بتلاقي نفسك بتعوض في نظريه الفاينل فاليو بعدين بتعمل لابلاس بعدين الحته الاخيره بتاعت السيستم ودمبد ومش عارف وبتشتغل تايم سيستم داينامكس. يعني اتعودوا على المسائل دي عشان اكيد في الامتحان مش هيجيب على كل درس مساله ده انا كده الامتحان عايز له 20 مساله. فالمسائل دي فيها ميزه لما كذا درس مع ايه مع بعض يعني دي لما لابلاس على كذا على كذا على كذا يعني اكيد على مودلنج يعني دي كده ممكن لو جت مفيش مودلنج ليه فيها مودلنج على فيها سيستم داينامكس على فيها لابلاس على فيها فاينل فاليو يعني المساله دي كده تعتبر فيها يعني دي لو جت مع واحده بلوك دايجرام كده المنهج خلص. فالمسائل دي يعني مهمه يعني وعايز اقول لكم انها بتبقى يعني اكتر لما في الفاينل يعني انا في الميد ترم مش جايب حاجه كبيره قوي كده لان الميد ترم احنا كل اللي خدناه ثلاث دروس فمش جايب حاجه مجعرصه كده بس المسائل دي انا بحلها عشان الفاينل المسائل دي بتلم الدروس مع بعضيها عشان احنا لسه عندنا بقيه منهج. طيب حد عنده مشكله يا جماعه في الثلاث مسائل اللي حليتهم النهارده دول؟ طيب الامتحان زي ما قلت لكم قبل كده هقول تاني بس شويه ملاحظات. انا طول الامتحان هتلاقوا درجته من 100 ما يكونش دعوه بالدرجه من 100 ديت انا في الاخر اعمل له فاكتورايزيشن كده بس انا حاطط من 100 عشان اعرف اعلم يعني تمام. كل سؤال هتلاقوا عليه درجته كل بوي يعني مثلا لو السؤال مثلا A و B هتلاقوا A درجتها بكام و B بكام. لو مثلا السؤال يعني مثلا سين السؤال مساله مودرنج مثلا
فخلاص السؤال عيب عليه مثلا سي 30 درجه مش هوزع بقى خلاص، هي مساله مودلنج فيها مطاريب خلاص. بس لو مثلا سؤال A وB وC هتلاقي كل نقطه عليها ايه على درجتها. طبعا هي في حاجات معتمده على حاجات يعني ممكن مثلا ما تعرفش تحل بيه لو حليت ايه وهكذا، بس انا عامه كاتب لكم على كل حاجه توزيعه الدرجه ايه توزيعه الدرجه بتاعتها. الامتحان مش صعب، الامتحان ساعه الامتحان ساعه والله، كل المترمات في الكليه ساعه. الامتحان ثلاث اسئله يا جماعه مش ثلاث مسائل، اكيد انتوا عارفين الفرق. امتحان ثلاث اسئله مش ثلاث مسائل، يعني ممكن سؤال يبقى اكتر فيه اكتر من نقطه يعني. الامتحان طويل؟ لا هو الامتحان مش طويل، بس الامتحان عايز واحد ايه يعني لو انت فهمان الامتحان هيخلص معاك على طول. المسائل على فكره اي مساله يعني من الاخر مساله المودرنج اللي في الامتحان لو طولت منك اعرف ان انت غلطان. مساله المودرنج في الامتحان هي ثلاث معادلات وثلاث حتت بلوك دايجرام وتجمعهم وتجيب الترانسفير فانكشن وخلصت. مساله بقى اي مساله طولت منك اعرف ان انت اللي ماشي في سكه غلط. الامتحان زي ما بيقولوا كده خيال كرام وقل ودل، كل حاجه كده يعني كل سؤال هيتحل في نص صفحه ولا حاجه. فالامتحان مش طويل لو انت عارف الاجابه، الامتحان هيخلص على طول. قاعد بقى تلف وتروح وتيجي انت اللي بتطول على نفسك مش الامتحان اللي طويل، الامتحان قصير. ايه مين تاني عايز يسال حاجه؟ دكتور لو ينفع الامتحان الاجابه مش في نفس الورقه، هيوزع عليك ورق الامتحان في ورق يعني الاجابه مش في نفس الورقه في ورقه خارجيه. دكتور لو ينفع بس عاوزين نعرف فكره المساله اللي هي بشيت خمسه السؤال الثاني فكرتها. يعني حد قال لك انه حافظ الشيت مثلا فانت تقول لي شيت خمسه السؤال الثاني انا هعرف ايه هي السؤال؟ هي في رسمه كده غريبه بتاعت اويل اندر بريشر مش عارف بيعمل كذا حاجه. ده شيت طب ثواني خليك معايا كده ثواني. شيت خمسه السؤال الثاني حاضر. دي ايوه هي دي. ايه ما شرحتش في السكشن؟ احنا بالنسبه لنا ما كانش فيه سكشن. انتوا مع مين؟ لا دكتور ما شرحتش. مين اللي عندكم في السكشن ما شرحهاش؟ ساره؟ ماشي. وانتوا اتحللتوا رقم كام؟ هو مش كل المسائل بتتشرح يعني. يعني دي ما شرحتكمش خالص ولا في الموديلنج حتى؟ لا 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 ما شرحتش. إيه لا بره. لا ما لكمش دعوه بيها الغوها. تمام. عشان دي اصلا يعني مكعبله شويه في الهيدروليك، لان واحد عايز واحد شاطر في الفال، لان دي فيها حته هيدروليك هنا كده فيها هيدروليك وهنا فيها حاجه ميكانيكال، فما لكمش دعوه بيها. دكتور يعني ما نسلمهاش في الشيت؟ ما نسلمهاش في الشيت لا خلاص. تمام. مين عايز يسال في حاجه تاني؟ دكتور لو سمحت المساله اهم حاجه يا جماعه بس اركز عليكم، حلوا مسائل المحاضره. انا كنت ببعت لكم مسائل في يعني مسائل في محاضرات السيستم داينامكس، بعت لكم مسائل، بعت لكم محاضرات جواها مسائل محلوله. لو حد فيكم بص على المحاضرات اكيد بصيتوا يعني. اهتموا بمسائل المحاضره. دكتور من فضلك طيب ممكن في امكانيه ان احنا حضرتك تصور لنا المحاضره الاولانيه من السيستم داينامكس؟ المفروض ان هي ما انا مصورها لكم. لا هي اتصورت لما قاموا يرفعوها ما نفعش تترفع الفيديو باظ يعني. مصورنا في المدرج اوريدي يعني هم حد بالظبط في المدرج الفيديو باظ ما عرفوش يرفعوه. انا يعني للاسف ما عنديش وقت النهارده ولا بكره ان انا اصورها لكم. اعتمدت ان انتوا مصورينها في المدرج فخلاص. طب هو كل اللي موجود يا دكتور في البي دي اف بتاعها يعني علينا؟ كل اللي موجود في البي دي اف بتاعها طبعا انا شرح كل اللي موجود في البي دي اف. دكتور لو سمحت المساله اللي هي بتاعت التو تانكس لما حضرتك في الكويس كنت عامل الاوتبوت كيو 2 اتش 2 مش كيو 2 صراحه شرحت في المحاضره بتاعت السيستم. لا انا فاهمها بس انا بتكلم على حته الاوتبوت امتى يبقى اتش 2 امتى يبقى كيو 2 لان هحدد لك في المساله على حسب يعني ما هو يقول في المساله. يعني بص مسائل التانكات انا ممكن الانبوت يبقى كيو والاوتبوت كيو، ممكن الانبوت اتش والاوتبوت اتش، ممكن الانبوت كيو والاوتبوت اتش، كل واحده بص معادلاتها تطلع واحده بس طريقه البلوك دايجرام هتختلف فالترانسفير فانكشن هتختلف، فانا لازم اقول لك في راس السؤال. انا كنت بتاكد بس من النقطه دي. لكن مثلا في حاجه مش هينفع اقول لك فيها يعني لو كتله لو سبرينج ما سيستم فمعروف ان انت بتحط فورس تطلع ايه ديسبلسمنت فمش هقول لك ما انت عارف. تمام فاهم قصدي. لكن لو حاجه فيها اكتر من يعني زي المساله كانت جات لكم في الكويزات اللي هي فيها فورسين واثنين ديسبلسمنت فخليت البشمهندس في سكشن البشمهندس يقول لكم ان في هنا الفورس دي انبوت
والاكس دي اوتبوت والفورس الثانيه اعتبرها ديستربنس. يعني لو في حاجه محيره ما انا ممكن مثلا اقول لك حاجه، لو تانك وفي ديستربنس انا ممكن اعتبر الكيو انبوت هي الانبوت والكيو ديستربنس هي الديستربنس، صح؟ ممكن واحد يعكسها يعتبر ان كيو ديستربنس هي الاساسي وكيو واحد دي انبوت هو الديستربنس. فالحاجات المحيره دي هتلاقينا قايلها لك في راس السؤال. تمام. كذلك شكرا. لو جبت ميكانيكال سيستم صعب عليك، يعني مثلا كتل وسبرنجات وطارات وحاجات كده انت ممكن تبص لها ما تفهمش مين بيلفف مين، صح؟ فلو السيستم كامل هتلاقيني بقول لك في راس السؤال، وده اللي جايبه في الميد ترم وفي الفاينل كمان، كذا انبوت كذا اوتبوت. تمام قوي، شكرا. يعني لو المساله مكعبله مش الديفولت اللي انت عارفه، يعني مثلا دايره كهرباء فانت عارف مثلا بتدخل فولت تطلع مثلا حاجه مطلوب بيلف، يعني لو الحاجه لوجيك او انت متعود عليها هسيبها، وغالبا برضو حتى لو انت متعود عليها هقولها لك، بقولها عشان الحيره. تمام. بس على فكره انا ممكن ما اقولها لكش في هيئه راس السؤال، ممكن اقول لك مثلا فاين ذا ترانسفير فانكشن سي على ار مثلا، فانت بقى تروح تشوف فين سي وفين ار، عرفت مين انبوت ومين اوتبوت. يعني لو انا مش محدد لك حتى في راس السؤال هقول لك الترانسفير فانكشن كذا على كذا، فانت تبقى عارف منها مين انبوت ومين اوتبوت. مين تاني عايز يسال؟ دكتور في الهاند اوت بتاع حضرتك في حاجات يعني مثلا ما اتشرحتش في المحاضره، او حضرتك قايل ان هي مثلا زي الثيرمال والثيرمال سيستم وكده مش عارفين. انا قلت لكم محاضرات الموديلنج، محاضره السيستم ده الموديلنج بالذات تركم انتم ملزومين، بس انا قلت لكم كده في المحاضره، ابعت لكم فايل فيه كل حاجه، بس انتم ملزمين باللي انا شرحته في المحاضره. تمام. انا قلت لكم يوميها ابعت لكم فايل فيه كل حاجه، بس انتم ملزمين باللي انا اشرحه فين في المحاضره. الفايل فيه حاجات كتير. انا والله قلت كده في المحاضره، لو انت بتحضر قلت لكم يا جماعه الفايل فيه حاجات كتير، انتم ملزمين باللي انا اشرحه في المحاضره. تمام. ايه دكتور، معلش في المساله بتاعت الموديلنج اللي حضرتك كنت شرحها في الالكتريك سيستم اللي هو اللي فيها ال وفيها سي وبعد كده في مقاومه جنبها جنب السي، ممكن معلش حضرتك تراجع عليها تاني؟ وانا شايفها اصلا عشان يعني دلوقتي انت بتتكلمي انا شايفها. طب ما انا مش عارفه اصورها، حضرتك كنت شارحها لنا في اخر. طب بقول لك ابعتيها على جروب الواتس. ما هو حضرتك قافله. انا يبقى الادمن اللي قافله. ابعتيها لي انا وانا هبعتيها. ابعتيها مندوب هو طوبه يبعت اي حاجه يعني. تمام ماشي. انا رفعت لكم يا جماعه، برفع لكم الفايلز دلوقتي. في حل يا دكتور الفايل ريفيجن ده؟ اه برفع لكم اهو. برفع لكم شرحته ده وكده كده الفيديو الفيديو عندكم متسجل، هبعت لكم اللينك دلوقتي لما نقفل، هبعت لكم اللينك او انا كده كده بعمل ريكورد، فهتلاقوا يا جماعه الريكورد موجود على تيمز نفسها. فين يا خالد؟ ما فيش حاجه اتبعتت. طب عشان ما اضيعش وقتكم يا جماعه، الباشمهندسه اللي كانت بتسال دي تبعتها لي على الواتس بتاعي انا، وانا هبعت لها فويس بالحل. حد تاني عنده مشكله يا جماعه؟ بعتتها يا باشمهندس، بعتتها دكتور. ثانيه واحده. يا دكتور انا بعتها لحضرتك على الواتساب. طيب باشمهندس كانت بتسال، فين باشمهندس كانت بتسال؟ ايوه انا. انت مشكلتك فيها يا باشمهندس، احنا قلنا كان في كاباستور، كان في كاباستور وكان في مقاومه، والاثنين دول كانوا ايه؟ كانوا باردت، صح؟ ايوه. قلت لك ايه؟ قلت لكم ايه ساعتها؟ افكركم كده سريعا. الكرنت هيبقى واحد في الاثنين. ايوه. هرسمها لكم هنا هنا. هو بس لو حضرتك تكتب لنا شكل الايكويشن او ده بس.
كانوا كده يا جماعه تقريبا يعني لو حد فيكم فاكر. صح كده؟ قلت لكم الكرنت اللي ماشي هنا كرنت واحد، فانا ممكن اشيل الاثنين دول واحط مكانهم ايه؟ حاجه واحده، الحاجه دي اللي هي الايكوفالنت بتاعهم. الايكوفالنت بتاعهم عشان دول بارلل بيبقى حاصل ضربهم على حاصل ايه؟ جمعهم. يعني شوفوا مثلا الكباستور ده كان بيبقى كام؟ واحد على سي اس تقريبا صح؟ والريزستنس ده كان كام؟ على سي اس في اي، والريزستنس ده كان ار في اي صح؟ فحاصل ضربهم على حاصل جمعهم بيتحطوا هنا، وده اتعمل بيه بعد كده في بقيه الدايره. يعني حصل ده في الاول بايكوفالنت واكمل بيه بقيه الايه؟ بقيه الدايره بتاعتي. حسب بقى على فكره هي مالهاش معادله ثابته يا باشمهندسه. ما ده ممكن كباستور وريزيستنس، ممكن اجيبهم الاثنين كباستور، الاثنين ريزيستنس، اجيب كويل، يعني ايا كان الحاجتين اللي هنا شوفيهم هم ايه وحصليهم حصل ضربهم على حصل جمعهم وحطيه هنا وتعاملي بيه بقيه الدايره عادي بقى. ملوش قاعده ثابته لان حسب الحاجتين اللي هنا ايه. ممكن يبقوا الاثنين حاجه زي بعض، كباستور وريزيستنس، ممكن يبقى كويل، ممكن يبقى اي حاجه، فما فيش معادله ثابته. المعادله هتختلف باختلاف التو اليمنت اللي هم بارل اللي بعض دول. تمام. والاكزامبل اللي بعده برده نفس الطريقه ولا ايه؟ نفس الطريقه. انا كده افتكرت الاكزامبل بعده نفس الطريقه. بصوا بقى عشان ما تكعبلوش نفسكم، انا يعني لما بجيب حاجه كهرباء مش هكعبلكم قوي فيها. يعني كهرباء جايب الحاجات اللي هي السيمبل البسيطه عشان انا عارف ان انتوا يعني ايه الكهرباء دي ابعد حاجه عن مجالكم يعني وعن مجالي. يعني انا ميكانيكا وانتوا انتاج، مالناش دعوه بالكهرباء قوي. فالكهرباء انا ممكن اجيب لكم ثلاثه لوب في بعض ما تعرفوش تحلوها، تقعدوا تفرضوا كارنت وكيرشوف لوب وبتاع، مش جايب الحاجات دي خالص. الكهرباء حاجات بسيطه جدا اللي موجوده. تمام شكرا. يعني ما تكعبلوش نفسكم في سيستم الكهرباء. حاجات الكهرباء اللي هي الحاجات الستاندرد اللي هو اللي هي دايره تعرف تجيبها بالنظر من الاخر، عارفين دايره بالنظر اللي هي مش عارف اي في ار واحد على سي اس اي مش عارف ايه الحاجات دي. مفيش كعبله في الكهرباء، لان يعني من الاخر انا مش هجيب سيستم كهرباء لوحده، لان احنا مش كهرباء. سيستم الكهرباء لو جبته هيجيبه يخدم سيستم ميكانيكا اللي هو الحته. فاكرين المساله اللي حليتها لكم وفي باشمهندسين شرحوا لكم عليها في السكشن مسائل اللي هي كهرباء بعدين تنقل بحوار الفلكس لسيستم ميكانيكا. ده لو جبت سيستم كهرباء هيجي كده اللي هو يخدم سيستم ميكانيكا، لكن سيستم كهرباء لوحده لا، مش هجيب مسائل خالص لا في الميد تيرم ولا في الفاينل سيستم كهرباء لوحده. تمام شكرا. سيستم كهرباء الحاجات البسيطه بس اللي شرحناها هي اللي تبصوا عليها، ما حدش يا جماعه يتوسع في الموديلنج. الحاجات اللي انا شرحها في المحاضره هي دي اللي جايه منها ميد تيرم والفاينل. وذاكروا الكويزات، انا كنت الكويزات اللي جات لكم ثلاث كويزات رفع لكم حلهم على الجروب، ذاكروهم عشان في مساله من ضمن مسائل الميد تيرم جايه من الكويزات. سهلت عليكم اهو. الكويزات دول تقريبا هم ست مسائل، ثلاثه موديلنج وثلاثه بلوك دايجرام صح؟ الست مسائل دول فيهم مساله في الامتحان. يلا عشان تنجحوا ذاكروا الست مسائل بتوع الكويزات فيهم مساله في الامتحان، مش هقول مساله ايه طبعا يعني. هم الكويزات ست حضرتك واحده منهم جايه في الامتحان. دكتور حضرتك كنت قايل ان السكشن ده اللي هو بتاع اخر مره ده هيتصور فيديو عشان اللي عنده يوم السبت، فهيتصور بلغت المعيدين ان هم يصوروه لكم عشان الناس اللي هي اللي ما خدوش. بلغت باشمهندس سمك عشان الناس اللي هي متاخرين بتوع يوم الاحد مش السبت. ما فيش حاجه اتصورت وما فيش حاجه اتبعت. طب خليكم معايا يعني الناس بتوع يوم الثلاثة اللي خدوا، في ناس ما خدتش السيستمز اصلا. اتصور يا دكتور. نعم دكتور السكشن اتصور وهرفعه للدفعه النهارده ان شاء الله، هبعته لحضرتك وهرفعه للدفعه النهارده. انا لو انت اتاخرت كده في الرفع ده الامتحان بعد بكره يعني. هو السكشن بس انا على ما جبت الفيديو من الشخص اللي صوره مع باشمهندس سمك، فانا هرفعه النهارده. يا ريت قبل المغرب يكون السكشن ده مرفوع بعد اذنك. طيب حاضر يا دكتور حاضر. يعني خلص مش السكشن كده موجود، حطه على اليوتيوب وابعت لهم اللينك بعد اذنك. طيب حاضر يا دكتور حاضر. وبالنسبه يا جماعه برضه عشان اريحكم، يعني السكشن ده المفروض فيه مسائل موديلنج زياده صح؟ سوري مسائل سيستم داينامكس. عشان برضو تريحوا نفسكم، لو حد حضر المحاضرتين بتوع السيستم داينامكس والمسائل اللي فيهم زائد المسائل المحلوله في ورقه المحاضره هيبقى كافي، مش تحتاج السكشن. السكشن ده زياده للي عايز يتزود يعني. لكن المحاضره المحاضرتين بتوع السيستم داينامكس، المسائل اللي انا حللهم في المحاضره بالمسائل اللي انا سايبها لكم في ورق PDF بمسائل النهارده بتاعت المراجعه كافيه في جزء السيستم داينامكس. عندك وقت بص على السكشن عشان بس ما تعملوش حجه ان السكشن رفع متاخر لا، السكشن ده مسائل زياده. المحاضرتين بتوع السيستم داينامكس ومحاضره النهارده ادي كده ثلاث محاضرات، وفايلين الPDF اللي موجودين على الجروب بتاع تيمز
اللي انا رافعهم اللي فيهم مسائل منها حاجات انا حلتها ومنها حاجات انا ما لحقتش احلها، هذه المسائل كافيه. تمام. عايز تبص على السكشن بص، مش عايز مش هيفرق معاك. المحاضره الثلاث محاضرات بالمسائل اللي محلوله فيهم بالمسائل اللي موجوده على التيمز كافيه. حد عايز حاجه تاني؟ شكرا على وقتك. لو سمحت يا دكتور. نعم. بخصوص دكتور ايوه بخصوص مثلا الترانسفير فانكشن في السكند اوردر دكتور، معلش، هو احنا لما يطلب مني ان انا امثلها مثلا على امثل البول، مش هيطلبها مني مثلا غير لما يكون السيستم دوت اندر دامبنج، وفي نفس الوقت بيكون الستيبل. اخر مساله حليناها يا باشمهندس كان السيستم ايه؟ اوفر دامبنج، ومثلناهم والسيستم طلع ستيبل، صح؟ تمام. والمساله اللي قبليها كان سيستم كريتيكال دامبد والاثنين طلعوا فوق بعض، ده انا مثلتها لكم النهارده في اندر دامبنج وفي اوفر دامبنج وفي كريتيكال دامبد. بس اللي مش يعني اللي مش عليك شكل يعني اللي مش ما خلنا احنا قلنا الاندر دامبنج بس اللي احنا درسناه وجبنا الاوفر شوت والحاجات دي، التانيين ما درسناهمش. بس تعرف تمثل له ريبريزنت الايه؟ البولز بتاعتهم. تمام. حتى لو الانبوت اي ستيب او رامب او انبوت اي حاجه. طيب خليني اقول لكم حاجه مهمه بس افتكرتها كده يا جماعه، عايز اقول لكم ملحوظه اخيره كده. لو سيستم مثلا درجه ثالثه، فانتوا عارفين اللي كان بول او ليه كام روت يعني ثلاثه، صح؟ ثلاثه. حلو. طب لو ده طلع اكتر من 10 اضعاف دول مش كان بي نيجلكتد كده؟ طيب حد فاكر دول سميت لكم ايه في المحاضره؟ قلت لكم اسمهم في المحاضره اللي فاتت. دوميننت بولز، الله ينور عليك. لان ممكن اجي اقول لك ايه بقى؟ السيستم ده ثلاثه المفروض انه ثلاثه، اجي اقول لك في مطلوب وطالب كونسيدر اونلي دوميننت بولز كذا 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 كذا. يعني ساعتها بقى كاني بقول لك انسى المساله الثلاثه ديجري واشتغلها كما لو كانت ايه؟ تاني يا جماعه، مش الاثنين بولز دول اسمهم دوميننت بولز اللي هم البولز المؤثره في السيستم، الثلاث ده كان بي نيجلكتد. لما انا اجي اطلب مطلوب واقول لك كونسيدر قول لي دوميننت بولز، يعني انت هترجع تعيد كتابه الترانسفير فانكشن بس مش وهي اس كيوبد وهي اس ايه؟ سكويرد. يعني هتكتب يعني مثلا دول ان دول سالب واحد مثلا وسالب خمسه، يعني كان دي مش تبقى كده، كان دي هتبقى واحد على اس زائد واحد واس زائد كام؟ زائد خمسه. يعني ساعتها المساله ما بقتش 3 ديجري بقت 2 ديجري، وساعتها انسى الترانسفير فانكشن اللي كانت جيفن وهتكمل بدي المساله. ده لو انا جيت قلت لك كونسيدر مثلا قول لي دوميننت بولز فايند الريسبونس مثلا، يبقى انا مش عايز للبتاعه الاصليه، انا عايز للدوميننت بولز بس، يعني تغير المساله من 3 ديجري تخليها 2 ديجري وتكمل المساله. فخلي بالكوا لما اجي اقول لك كونسيدر الدوميننت بولز هات كذا، يعني هتكونسيدر الاثنين المؤثرين، لو في خمسه ثانيين هتعمل لهم نجلكت وتخفض شكل المساله من درجه 5 6 7 لدرجه ثانيه وتشتغل المساله. في الحته دي من حته مهمه تخلي بالكم منها. كده يا جماعه انا خلصت. زي ما اؤكد للمره الاخيره الناس تذاكر حاجات اللي في محاضره بالحاجات اللي على الجروب. الامتحان مش خارج من محاضره ومن الحاجات اللي على تيمز. ميد ترم على فكره انا حطيت الفاينل اوريدي كمان. ميد ترم وفاينل. يعني الفاينل تقريبا حطيته كله ما عدا سؤال لسه بحط فيه. الميد ترم والفاينل مش خارجين من الكلام اللي على تيمز. وكهنت لكم كده يلا ساعدكم عشان ايه ما تقولوش الامتحان صعب، ذاكروا الست مسائل بتوع الكويزات، في ثلاث مسائل سيستم داينامكس سوري ثلاث مسائل موديلنج وثلاث مسائل بلوك دياجرام. الست مسائل دول في مساله منهم في الامتحان. بس تبقوا كويس اكيد انا يعني ايه ممكن اغير في شكل المطلوب يعني عشان بس ما حدش يتدب. ها يعني ممكن مساله مثلا اغير في حته اطلب حاجه زياده بتاع فتبقوا يعني ايه ما تتدبوش في مساله يعني. بس لو ذاكرتوا ست مسائل دول ادي كده معاكم يعني معاكم كام درجه في الامتحان؟ تقريبا كده بتاع 20 درجه ولا حاجه. حلوين يعني. لو سمحت يا دكتور، طب بالنسبه للنظري. نظري يا ابني وانا بتاع الجغرافيا. تمام يا دكتور. بصوا يا جماعه عشان بس ما اضحكش عليكم، الامتحان فيه نظري. في سؤال نظري. سؤال واحد. بس مش نظري جغرافيا. نظري فهم. تاني عشان ما اضحكش عليكم، امتحان الميد ترم فيه سؤال نظري، أول سؤال.
بس مش نظري جغرافيا، نظري فهم، فهم كنترول هتجاوبه، مش فهم مش هتجاوبه. نظري مش سمع، ها مش هقول لك مثلا نظري ارسم لي كذا ولا استنتج لي كذا ولا كذا ولا عرف كذا ولا تعالى، لا 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 ما بجيبش الكلام ده. نظري لو انت فاهم ماده هتجاوبه يعني بالنسبه لك سؤال النظري هيبقى درجات مضمونه، هو عليه تقريبا مش عارف 7 درجات ولا 8 درجات، هتلاقي نفسك فرحان بيهم، درجات في جيبك. ليه؟ سؤال سهل لو انت فاهم مش حافظ وفاهم هتجاوبه بسهوله يعني. اه بالنسبه للنظري جاوبوه باي طريقه تعجبكم يعني، جاوبوه بالعربي بالانجليزي باي حاجه. طبعا يا جماعه اديكم بس هنت يعني، سؤال نظري يعني لو تقدر ترسم مثلا يعني، لو شغلك يبان بالرسم اكتر من الكتابه يبقى احسن يعني، دايما اي حاجه فيها رسم بتريح يعني، لما تدسكس حاجه او بتاعه في رسمه في دماغك او في حاجه في دماغك او في اكزامبل او في مثال او حاجه، الحاجات دي بتريحني في التعليم وبتريحك انت في الايه، في ان انت توصل وجهه نظرك او توصل الكلام اللي انت عايز تقوله كده. تمام يا جماعه، حد عايز حاجه تاني؟ شباب شكرا يا دكتور. شكرا طيب. بصوا انت خالق هو الراجل اللي ماسك جروب الواتس، انت قافل ال... قافل ال... ان هم يعملوا بوست صح كده؟ ايوه. لا معلش يعني بكره بعد يعني بص عشان بس ايه، انا هو لو فتح انا عارف هدول يسالوا كتير، فبكره من بعد العصر افتح لهم الشير لمده 3 ساعات من 6 ل 9 معاكم، من 6 ل 9 اي حد عايز حاجه يبعت يسالني هجاوب. بكره افتح لهم جروب الواتس من 6 ل 9 اللي عايز يسال يبعت عليه. تمام، بس رجاء لما انا اللي هجاوبه، ما لقيش بقى واحد زميله داخل يقول له اجابه غلط ولا يعني، هو يسال انا هجاوب. افتحوا لهم كده بكره من 6 ل 9 على حاجه، اللي عايز يسال يبعت على الجروب. تكونوا جمعتوا، تكونوا خلصتوا وجمعتوا الاسئله بتاعتكم. تمام يا جماعه، حد عنده اي مشكله؟ كده كده انا يوم الامتحان ان شاء الله هاجي لكم بعد الامتحان بربع ساعه كده، يا ريت بس اول ما تستلموا ورقه الاسئله تكونوا قريتوا الورقه، هعدي عليكم بعد الامتحان بربع ساعة، هعدي مرة واحدة في اللجنة، اللي عنده أي سؤال هجاوبه عليه، بس ما يسألنيش دي تتحل إزاي، ها؟ هو الامتحان واضح. ما حدش يسألني دي تتحل إزاي، أكيد مش هجاوبه. بس لو يعني رمز مش شايفه، حاجة مش شايفها، حاجة مش واضحة، في حاجة في الورقة هجاوبكم عليها. فأنا هعدي عليكم بعد ربع ساعة كده تكونوا قريتوا الورقة، ويا ريت مش لازم على فكرة يا جماعة بس عشان تريحوني في التعليم، مش لازم تجاوبوا بالترتيب، جاوبوا بأي ترتيب يعجبكم، بس يا ريت تكتبوا أنتوا بتعملوا إيه فوق. يعني السؤال الاول عايز تجاوب الثالث قبل الاول قبل الثاني براحتك، بس اكتب انت بتعمل ايه، ويبقى الاجابه ورا بعضيها، ما لقاكش مجاوب حته من الاول على حته من الثاني بعدين راجع مجاوب حته في الاول. يعني خلوا كل سؤال ورا بعضه، هو الامتحان سؤال اول سؤال ثاني سؤال ثالث، جاوب كل السؤال ورا بعضه باي ترتيب يعجبك مش فارقه، انا هشوف كده كده الورقه كلها. بالتوفيق وشد حيلكم، الامتحان مش صعب ولا طويل، اي حد بيحضر محاضرات كده وفاهم هيحل الامتحان، وغالبا في ناس كتير هتقفل الامتحان كمان يعني، الامتحان مش صعب خالص يعني، اكيد مش عايز اسقطكم يعني. بالتوفيق يا جماعه، بكره اللي عايز يسال من 6 ل 9 زميلكم هيفتح لكم الجروب، وذاكروا الحاجات دي كويس، واللي عنده اي مشكله بكره يقول لي ان شاء الله. انا رفعت لكم حاجه خلاص على الجروب، والفيديو ريكورد اول ما اقفل هيبقى موجود عشان زمايلكم اللي ما قدروش يحضروا. شكرا. حد عنده اي حاجه ثانيه يا جماعه كده؟ شكرا. شكرا.